بقول لك ايه يا سيدي فني؟ ايوه يا استاذ احمد. هو الجرنان ده بتاعك؟ ايوه بتاعي. طب عن اذنك بس اقطع الاعلان ده، يا دوبك 2 سنتي في 3 سنتي. خد الجرنان كله. لا يا راجل، جرنان ايه؟ انا عايز الاعلان بس. لا والله خد الجرنان كله، مش عاوزه. ايه ايه جرنان؟ وانت يعني كل يوم بتشتري جرنان؟ ها يا ابو المعاطي، ايه رايك؟ دكتور باطني؟ سبحان الله، مال الدكاتره ومال الزراعي؟ تلاقيه كان عامل مشروع استثماري. انت تاخد لك اجازه من المدرسه كده كام يوم، بكره ان شاء الله ننزل مصر ونخلص الموضوع ده مع الدكتور. مش ابتدت، ما كنا قاعدين مستريحين، انا قلبي مقبوض مش عارفه ليه. باذن الله على بكره الصبح هيكون كل حاجه والمطرح بقى زي الفل، بس همتك معايا يا سعديه. بتبياض انت ناويه تعملي ايه؟ هرتب وانضف، مش دي دارنا الجديده يا سعديه؟ ما تبقيش هبله يا بيت، دي شغله رجاله، احنا مالناش دعوه لا بنضافه ولا بترتيب. حد عارف البلاوي دي مستخبي تحتها ايه؟ يعني هيكون مستخبي تحتها ايه يا سعدية؟ فشر مخلوقات الله، الحيات والتعابين والعقارب. واني ناقصة عقربة تلدعني؟ طب داني مرة كنت في البلد العمار، البلد الحلوة الخضرة، شفت تعبان طوله شيب ماشي يتلوى شمال ويمين على شط الترع. عارفة حصل لي ايه؟ حصل لك ايه يا سعدية؟ قطعت الخلف 6 أشهر يا مصيبتي. خليكي عاقلة، الرجالة هي اللي تتصدر للمخاطر، واحنا نخلي بالنا من العيال. يلا يا اختي يلا يا اختي يلا يا اختي يلا هوي يلا هوي. تعرف يا عبد الهادي؟ ايوه يا احمد افندي. حاسس ان موهبه الشعر حاططها عندي من جديد. المكان هنا هادي وخلاب، الواحد يقدر يقول قصايد معتبره. اسمع دي. قول يا احمد افندي. صفى الجو ولعلع النهار وتهادى النسيم وزمهر الزمهرير. بقول لك ايه يا احمد افندي؟ لا ما تقولش، اسمع بس الشطر التاني وبعدين قول زي ما انت عايز تقول. لا اعرف شطر اولاني ولا شطر تاني. هو انت جاي معانا هنا عشان تقول شعر؟ تقصد ايه يا عبد الهادي؟ اقصد اقول لك ان الشعر بتاعك ده ملوش عزة هنا، كل القصايد والاغاني والمواويل مش هتنبت حبه واحده. عمر الكلام ما خضر ارض يا احمد افندي. امال ايه اللي خضر الارض يا حضره الخبير الزراعي؟ ايدك على الفاس والبحرات. لو كانت الاغاني والقصايد بتخضر ارض كانت بلدنا كلها بقت خضره، حتى الجبال. الا بقيت الموال بتاعك ايه؟ خلاص الموال خلص، هو لغايه كده وخلاص. ايوه استنى بس ما تزعلش. صفى الجو ولعلع النهار واشرقت الانوار وفضت الانهار وزمهر الزمهرير. ايه ايه يلا يا استاذ ورانا شغل. دول اكيد الجماعه بتوع ليله امبارح. استر يا رب، خلي بالك من العيال يا عبد الهادي. ادخلي جوه، يلا ادخلي جوه. الحريم تخلص خالص. لازم خطه احمد افندي يا جوزوخ. سامع يا عبد الهادي؟ ايه؟ ما تنحليش كده. لازم خطه دفاع وهجوم مشترك. سعديه. ايوه. هاتي الامانه اللي كانت جوه شوال دي وكل ذخيره. يلا يلا يا بنت. يلا يا واو. يلا يا واو. يلا يا بنت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ضيوف، يا مرحبا يا مرحبا. تفضلوا
حللتم اهلا ونزلتم سهلا. القهوه فرسان ظاهر الاستهلال مش حلو. ظاهر اني بتكلم بلغه ما انتوش قادرين تفهموها. قدامك لحد غروب الشمس عشان ترحل من هنا. نرحل على فين؟ اصل احنا اشترينا العزبه دي والظاهر ما عندكوش علم ولا ايه؟ اشتريتها من مين؟ من البيه الدكتور. وقبض فلوسها على داير مهله. الدكتور قبض، لكن احنا ما قبضنا، والارض من حقنا قبل ما تكون حق الدكتور. ايوه بس هو المالك الفعلي ومعاه مستندات رسميه. شوف يا زين، هي ارض الدكتور بالمستندات، لكن ارضنا بوضع اليد. احنا فيها قبل الدكتور وقبل اللي مكن الدكتور منها. وزي ما الدكتور راحل في سلام، ارحل انت واللي معاك في سلام. يا سلام. بقول نشرب الشاي ونتكلم. لا قهوه ولا شاي. وخلي بالك، ان جينا مره تانيه والجينات موجود، هتكون الارض دي هي القبر اللي يلمك انت واللي معاك. كله بسلاحه. الدفعه التانيه هتكون في المليان. كل واحد يرمي سلاحه. ارمي وشك في الارض. ده هو وشك في الارض. عبد الهادي وشك في الارض منك له. وشك في الارض عبد الهادي. لم البلد دي. بقول لكم ايه، انا ما عنديش وقت كتير اضيعه في الكلام معاكم، فاهمين؟ الحكايات دي كنتوا تعملوها قبل كده، والبنادق دي تبقوا تصطادوا بيها بعد كده حلالي وغربان. انا معايا اكتر من 500 خرطوشه، نصيب حضراتكم 5، يعني نصيب الواحد فيكم واحده تخشوا جوه لفوق وتفرتكوا. ولعلمكم انا مش زي الدكتور اللي اشتريت منه الارض، لا، انا بعيد عنكم شبطه. في الحرب الاخيره قتلت 39 واحد من الاعداء، ومن يوميها وانا نفسي اقتل اي حد من الاعداء. وانتم اعداء ورزق، هتبطر عليه 39 و5 يبقى المجموع 44. مكتوب عليك يا ابو المعاطي تقتل 44 نفس. احمد افندي جاهز، لم كل الحبال اللي حضنا في المزرعه وخلي عبد هادي كتفه لحين وصول رجال الامن. بلاش رجال الامن يا زين، بعدنا عن الحكومه وكل طلباتك مجابه. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، هو دخول الحمام زي خروجه؟ وانا في المسائل اللي زي دي بقى احب انفذ القانون قوي، ولا ايه يا احمد افندي؟ تمام. يبقى نستدعي رجال الامن. اذا القوم قالوا من فتى خلت انني عنيت فلم اكسل ولم اتبلدي ولست بحلال التلاع مخافه، ولكن متى يسترفض القوم ارفضوا. الله اكبر. سعديه، ايه في ربطه الجرايد والمجلات اللي انا كنت محضرها؟ ربطتها يا سي احمد. الجرايد والمجلات ايه؟ سبتها في البلد، هجيبها ليه؟ ثم انك قريت الجرايد والمجلات دي بدل المره 10، عايز منها ايه؟ خلاص يا سعديه. ايه ومالك زعلان كده؟ بتدور عليه في الاخبار البيت يا سي احمد افندي. ما بدورش على حاجه يا سعديه، كنت عايزه اتسلى. تتسلى ومالك بتزعق كده؟ زعقت. ايوه بتزعق. مش هزعق اهو، قفلت بقى. سي احمد. ايوه يا حماتي. بنعكي فص ملح ودان. هي مين ياما؟ الضيفه. ايوه دي غصت مره واحده. يبقى كتر خيرها، حست من نفسها ومشيت من غير ما تروح. ايه مشيت بهدومي؟ احلى هدوم عندي مشيت بيها. اهي سابت هدومها. هدومها؟ وهي دي اسمها هدوم يا سي احمد افندي؟ ده حتى لبسها ما يجوزش شرعا. انتم قاعدين؟ تعالوا شوفوا واتفرجوا. نتفرج على ايه يا بياض؟ الست حنان
الست حنان سايقه الجرار بسم الله ما شاء الله زي ما تكون سواق قراري. الست حنان بتحرق. بابا المعاطي ابو المعاطي يا بابا ده بيعمل ايه؟ قاعد جنبيه بتعلمه ازاي يظبط العجل ويدوس فرامل ويجيب ورا ويقول لي عاوزك تترزلي عليها. صلتي عليها سعديه. ايه؟ احنا يكلفنا بالرزالي وهو بالملاطفه وظبط العجل ويجيب ورا. ايه الحكايه يا سي احمد؟ قدامي بسرعه. الله. ايوه يا حمادي. انت راجل متعلم ومخك كبير وتقدر تفهم كلامي من غير ما عيد وازيد. انا فاهم كل حاجه في دماغك يا حمادي. الضيف له حدود يا سي احمد. فاهم وعارف ان الفار ابتدى يلعب في عبك. مش فار، تعبان حنش. دي واحدة مش عارفين هي مين واتحدفت علينا كده بقدرة قادر. أنا خايفة منها أكتر من بيته. مش جايز تكون بتبرد اللقمة لنفسيه وتبلي في الجدع. اسمع يا حمادي، سيب الموضوع ده علياني، واني أول ما يطلع النهار هكون عرفت الحقيقة. راسها فين ورجليها فين؟ الجو جميل. انت شايف كده؟ وانت برضو مش شايفه ان الجو جميل؟ اذكر ان هناك بيت شعر للشاعر إيليا ابو ماضي. اللي بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلا. يه المشتكي وما بك داء كيف تغدو اذ غدوت عليلا. والشعر ده بقى لمين يا استاذ احمد؟ باعتباري معلم فالشعر لمن يتذوقه. مش حضرتك ذواقة للشعر برضو؟ على خفيف. في ناس بتحب الروايات القصص يعني. ريت تحبيني. نعم؟ أجيب لك قصة تتسلي بيها تحت ظلال الزيزفون. هي إيه الحكاية بالظبط يا أستاذ أحمد؟ كون جميلا وتحت ظلال الزيزفون. ما تشوف لك سكة تانية. يعني إيه سكة تانية؟ يعني تخليك دغري وتقول لي أنت عايز إيه بالظبط. وهو كذلك يا ست عيشة. اسمعي يا بنت الناس. اي نعم ابو المعاطي انقذك من الغرق، بلاش تغرقيه انت. الراجل بكر وطيب وعضو اخضر وعلنياته، وانت كما هو واضح ست محنكه وبس. انا مش فاهمه حاجه ابدا. كل لبيب بالاشاره يفهمه. وانت اسمك الحقيقي ما هوش عايش. اسمك الحقيقي انا عارفه كويس. ولما انت عارفه كويس ما تقوله. أقصد في طريقي إلى معرفته. بلاش تبقى عاملة زي انتيت العنكبوت تنصب الفخ جوه الشبكة. أيوة تجاية تنصبي على شق الجدع المسكين، عايزة تستولي على شق عمره. لكن ده بعدك. ثم تعالى قولي هنا، أنا أعرف منين نسيبك ده علشان أنصب عليه ولا ما أنصبش؟ مين عارف إذا كنت تعرفيه ولا ما تعرفيهوش. تلاقيك رصداه من ساعة ما رجع من الخليج، وتلاقيكي كمان انت اللي مفبركة الحادثة. تلاقي العربية مهكعة تسوي لها بالكتير 700-800 جنيه. قولي يا أستاذ أحمد، شقة نسيبك ده كله يطلع كام؟ انت قادرة يا مدام. بقولك ايه، بطل لقم الفلاحين ورد علي عدل زي ما بكلمك. شقة عمري نسيبك ده يطلع كام؟ بالدولار ولا بالمصري؟ ما تفرقش. دول 15 سنة شقة، يعني
بتاع 100,000 جنيه بس. أيوة بس، هما دول شوية، دول 100,000 جنيه، جنيه انطح جنيه. يا حرام، وبتقول شقي 15 سنة علشان يحوشهم؟ وأي شقة يا مدام. تعرف بقى يا أستاذ أحمد، 100,000 جنيه اللي أنت بتتكلم عليهم دول أنا بكسبهم في قد إيه؟ في شهرين. ها؟ شهرين. ليه؟ يوميتك تقف بكام على كده؟ استنى اما احسبها، وهحسب على 3 أشهر بلاش شهرين. 100,000 جنيه على 3 فيها يعني ايه؟ يعني بتاع 1,000 جنيه وكسر في اليوم؟ ليه؟ تبقي مين حضرتك؟ وايه نوع الشغل اللي بتشغليه؟ مش مهم تعرف. لا لازم اعرف، مش جايز اقول لك شغليني معاكي. ما تنفعش يا استاذ، ولازم تفهم حاجه مهمه جدا، انا غير ما انت متصور خالص، وبكره الايام تثبت لك كل كلامي. وبعدين حاجه تانيه عايزاك تعرفها، انا كنت عايشه في جو كله دسايس ومكايد وناس بتغير وبتكره من غير اي سبب. كنت هنا فاكره اني جيت في وسط ناس طيبين ما يعرفوش غير الحب والشغل وبس، لكن يظهر اني كنت غلطانه. وحد الله يا مدام حنان، قصدي يا مدام عايشه، والله ما انا عارف اقول لك حنان ولا عايشه، احنا ناس لا بنحقد ولا بنكره ولا بنعرف الذنب والمكايد، والله ما انا عارف اقول لك ايه. في الواقع يا هانم حديثك مؤثر، بيمس لباليب القلب وشرايينه، وروحك خفيفه بتشرح الصدر الحزين. احمد افندي، وكل وعده مكتوب. يا سعديه واقفه بعيد كده ليه؟ تعالي. كتر خيرك يا ست هاني، اصل عايزه احمد افندي في كلمه. تعالي تعالي يا سعديه، قولي، مفيش حد غريب. اصلها كلمه سر. سر يا سعديه؟ هو احنا في بينهم بعض اسرار؟ تعالي تعالي. بعدين بقول لك كلمه سر. طب ما تقوم تشوفها عايزه ايه. قوم. الامر لله وحده. تعال. تعال يا احمد افندي، تعال. نهيتك ما انتهيتك، والطبع فيك غالب، ودين الكلب ما ينعدل حتى لو علقت فيه غالب. يا سعديه هدي نفسك. اهدي نفسي؟ اهدي نفسي ازاي؟ حتى الضيفه المسكيني مش عايز تسيبها في حالها. افهميني. افهم ايه بس؟ تاني ما صدقتي سبت البلد وزحمتها، وقلت خلاص هرتاح وهتتلم من نفسك. وبعدين لما انت شملول كده، امال اول ما بلاش فضايح يا سعديه. فضايح ايه؟ في ايه يا جماعه؟ ايه نزوم المعاد؟ يا ابو المعاد يا اخويا، خلاص مش قادر استحمل، الكل طافح خلاص. اخلصي اخلصي انت يا سعديه. حصل ايه يا احمد يا اخويا؟ اتكلم. ولا حاجه. يا سلام يا سلام على المسكاني. قلت لك انكتبي انت، انكتبي. حاضر اهو. هتقول يا احمد حصل ايه؟ عشان لو كانت غلطانه اربيه، دي اختي ومسؤوله مني، وعيب عيب لما تعلي حسها على راجلها. مفيش حاجه، هي اللي دايما تظن ظن السوء بيا. حصل ايه يا سعديه؟ اسالها هي بقى، حس انك انت ما انتش عايز تقول. حصل ايه؟ ظبطت قاعد مع الضيفه بيقول لباليب القلب. عيب عيب يا احمد عيب. هو راحت خفيفه تشرح القلب الحزين. استغفر الله العظيم من كل ذنب. ليه كده؟ ليه كده يا احمد يا ابن الناس؟ انا عايز الحاجه بهيه. الحاجه بهيه هي اللي مكلفاني بالمهمه الرسميه دي. مش معقول ام تكلفك بمهمه سيدي. طلع ام من الموضوع ده نهائي. لا يا ابو المعاطي، هي اللي مكلفاني ابعد الست دي عنك علشان خايفه عليك منها. سبحان الله في طبعك يا اخي، واللي عايز يروح يطفش واحده ست يروح يقول لها شباشيب القلب؟ لباليب. اباليب القلب ده كلام يا احمد. على العموم انا ماليش حق اني اتدخل في مشاكلكم، مشاكلكم انتوا قادره بقى تحلوها بمعرفتكم، فاهمه يا سعديه؟ ايوه، تحلوا مشاكلكم بمعرفتكم. عن اذنكم السلام عليكم. كويس انك سالتها. لباليب القلب الحزين مكرن مفرن. طب يا احمد، دعني يا صديقي اسمع همسات حبيبي. احمد افندي، لدقيقه
يعني كأنك يا ابو زيت مغازيه. قصدك الضيفة؟ وديك شايف ابو المعاطي اللي ما كانش يطيق يقعد نص دقيقة على بعضيه قاعد بيحكي ويسمع وهو مبسوط من شكح. ربنا يوفقه يا حاجة. يوفقه في ايه؟ يوفقه في اللي هو فيه. طب يا ريت كلام الالغاز دي لازم تفهمهولي. اني بعتك عشان تطفش تقوم تبارك. قصدك ما عرفتيش اللي انا عرفته يا حاجة. عرفت ايه؟ بالك الضيفة اللي احنا كنا عايزين نكرشها دي اليومية بتاعتها واقفة بكام؟ ليه؟ هي بتشتغل؟ مؤكد يا حاج. ما هو اللي ياخد يومية اكيد بيشتغل. يعني هيكون كام؟ 5-6 جنيه بالكتير. يوميتها 1111 جنيه و111 ميلا. اني حسبتها 1000 جنيه في اليوم؟ و111 جنيه و111 ميلا. ليه؟ بتشتغل ايه؟ ما هو ده اللي انا بسأل نفسي عليه من ساعتها. واحدة يوميتها 1000 جنيه في اليوم يا اختي هتكون بتشتغل ايه؟ ما تشغليش بالك يا حاجة، لكن ادعي ربنا انه يوفق ابو المعاطي. عارفة يوم ما يتجوزها يبقى يوم الهنا والسعد والغنى، ساعتها بس يضمن في جيبه بكوة مجمد كل يوم، ويبقى يصرف في الفكة 111 جنيه و111 ميلم. أما من حيث طبيعة عملها وأنا أعتقد أنه عمل شريف، فده اللي أنا ببحث عنه. إذا كان عمل شريف يبقى على بركة الله. يا أختي بس إيه هو؟ لما أعرف هبقى أقول لك يا حاجة، لكن دلوقتي يستحسن إننا نعملها معاملة كبار الزوار. يا مهرم بيه الإخبارية بتاعتك دي خارج اختصاص النقطة. حضرتك عارف إن المخدرات لها إدارة خاصة ومباحث متخصصة، ويلزم قبل أي تحرك إذن النيابة علشان كل شيء يبقى مظبوط. يا حضرة الصول ده تلبس. انت عايز قضية قضية ولا قضية في شنك؟ طبعا قضية قضية. خلاص يبقى عليك وعلى جهة الاختصاص. مباحث المخدرات هم اللي بيعملوا الخطط واحنا بنساهم في التنفيذ. احنا هنا لحفظ الامن والمسائل الروتينية وبس، انما العمليات الكبيرة لها ناسها. والله انت صعبان علي، تعب نفسك ومخير روحك وكله على الفاضي. ابدا، بس انا متاكد برضو انك انت بتستعطي حاجه. والحاجه اللي بستعطاها دي حلقها فين في الهوا اللي احنا فيه؟ ايه ممكن؟ ازاي؟ من المعروف ان المنطقه دي من مناطق التهريب والتخزين، والمزرعه دي بقالها مده مهجوره. مش بعيد حد من بتوع التهريب يكون لا مؤاخذه يعني عمل فيها مخزن خفي، ومش بعيد تكون عثرت عليه صدفه وانت بتتمشي كده حلواني. يا سلام، مخزن بحاله. ليه لا؟ وايه ده مخزن بحاله؟ انت ايه بتحلم يا جدع انت؟ والله العظيم دي حكايه غريبه جدا. بقولك اسمعي، انا مش سهل. ابو المعاطي شمروخ ده مش سهل ابدا. انا هعمل كبسه على المزرعه بتاعتك وهعمل حمله تفتيش دقيقه. لو اعرف بس انت بتدور على ايه يا عبد الهادي يا اخويا. المزرعه دي لازما تتامن. فرضنا مثلا ان البوليس هجم علينا وفتش. ما يفتش، احنا ناس سمعتنا زي الجنيه الذهب. يا سيدي احنا ناس سمعتنا زي الجنيه الذهب. اي نعم، لكن فرضنا مثلا حد حب يعمل فينا ملعوب وحطنا مخدرات في مكان خفي، ايه هيحصل؟ ايه العياذ بالله، دي فيها سجن، سجن ومصدري. بس احنا ملناش اعداء. احنا ملناش اعداء. امال الجماعه البدو دول كانوا ايه؟ اصدقاء. دول كانوا طمعانين في الارض. عبد الهادي دور معايا عبد الهادي وما تنحش. دور يا اخويا، دور معايا عبد الهادي. عندك حق. ولتكن بقى ان الحكايه لها ملعوب
ولا هي مهموس. ايه لن تكون الحكايه لا هي ملعوب ولا هي ملموس، واخد لي بالك انت؟ وان حد من عصابات التهريب استغل ان مفيش حد في المزرعه، واخد بالك، استغل ان مفيش حد هنا وعمل في المزرعه دي مخزن. كله جايز. عشان كده يا عبد الهادي حتما ولا بد، شوف، حتما ولا بد من التفتيش الدقيق. من التفتيش الايه الدقيق؟ ما تنحش يا عبد الهادي، ما تنحش يا اخويا، فتش معايا. الله يخليك، فتش معايا. اه يا راجل يا مفتري يا عديم الضمير والانسانيه، خلاص قلوبكم بقى عليها طلسم. حضره الصول اخويا، اعرف ايه يا اخويا التهمه بالظبط؟ الناس اللي بره دول تسيبهم في وسط الصحراء يا مفتري من غير زاد ولا زواد، وكمان ما تدفعش حقهم؟ يا اخويا يا اخويا التصوير توقف. وهم مالهم التصوير يتوقف ولا يمشي؟ طب على الاقل زي ما جبتهم بيوتهم رجعهم، ادفع لهم عرقهم وشقاهم. والله بقى مش انا المسؤول عن توقف التصوير. امال مين المسؤول؟ الممثله اللي طفشت وسابت التصوير. حصل منين؟ انا شرفتني. انت عارف كل حاجه واحسن لك تقر وتعترف. شو بقى يا حضره الصوت، انا مش هتكلم غير في وجود المحامين بتوعي. مين يا اخويا؟ محامين؟ يعني مش محامي واحد؟ ماشي ماشي الكلام. شاويش فرغالي افندم. خد البيه ابو محامين، خليه يستريح لحد ما يشرفوا حضرات المحامين. يستريح فين يا حضره الصوت؟ جرالك ايه يا اف؟ جرالك ايه؟ البيه اللي قدامك متهم. اي نعم هو متهم وجيه وريحته مفحفحه بالكولونيا، لكن برضك متهم. يتحط في الحجز يا فرغالي. قدامي يا سيد. حسك عينك تمد ايدك عليا. هو اني لمستك؟ انكر قدامي. حضرة الصوت اسمع كلام، اسمع كلامه، بدل ما دخل عليك اصحاب البلاغات اللي بره، لو تعرف ايه اللي مستنيك بره. اسحب انكر. يا خايا اعمل ايه يا خايا؟ انا حوريك تعمل ايه يا خويا. رشاد بيه، بيه رشاد مين؟ بيه مين؟ تعال هنا. نعم. ايه اللي في ايدك ده كله؟ دي حاجات كده عشان رشاد بيه. حطها قدامي على المكتب هنا. ليه؟ من غير ليه؟ هلف مين دي؟ هلف مين؟ هلف؟ هلف مين دي؟ اتفضل. يوا يوا. الحاجات دي كلها الرشاد بيه ده؟ اذا سمحت حضرتك، يعني هنا يا اخويا مش مسموح الا بالعيش والحلاوه. انت تسمع عن حاجه اسمها المساواه؟ اظن كده. اهي دي مش هتلاقيها الا عندنا احنا هنا. ايوه بس ده يبقى ظلم. والمساواه في الظلم عدل بقى؟ يعني رشاد بيه بتاعك يطفح الاصناف دي كلتها وزمايله جوه يقعدوا يتفرجوا عليه؟ اهي دي تهمه جديده لو في عدل. بقول لك ايه، الاشياء دي كلتها الصدر. ابو المعاصي الحقني يا اخوي. يا عبد الهادي. ايه يالا؟ ايه؟ شوف الشوال دي. شوال ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. ايه ده يا ابو المعاطي؟ ده الواحده من ده فيها تأبيده. ايه؟ انا نظرتي ما تخيبش ابدا، حسابها معايا هيكون عسير. هي مين دي؟ مالكش دعوه انت. شيل معايا الشوال دي. تعال انت ويه في اي حته. يلا تعمل ايه؟ استني استني يا بياض.
بياضة. ايه؟ امشي دلوقتي. ما تنحيش كده زي عبد الهادي جوزك، امشي غوري. عايز ابقى مع ست قلم لوحدينا. الود ودي اسفخك كف عطيه دماغك من على رقبتك. بس انا ايدي عمرها ما اتمدت على حرمه. في ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ مش عارفه في ايه. عشان مزاجك الاخبر، عشان الكيف الملعوب بتاعك، عشان المرض اللي اتمكن منك، نروح كلنا في داهيه. مش مهم عندك، المهم انت وبس. انا مش فاهمه حاجه خالص. مش فاهمه حاجه خالص؟ ما كنتش اعرف انك انانيه للدرجه دي. لطافه ورقه ولسان حلو من بره، لكن من جوه اسود. اسمع يا جدع انت، يا تفسر كلامك يا ما عنديش استرداد اسمع منك كلمه. الشوال، الشوال يا هانم، شوال المزاج، المخزن اللي انت بتستعطي منه المعلوم بتاعك كل ما تجيلك نبط الصرع. عارفه الشوال ده لو اتمسك في المزرعه بتاعتي كان حصل لي ايه؟ حبل مشنقه. شوال ايه وسكيبت ايه؟ انا مش عارفه انت بتقول ايه خالص. ويكون في علمك يا ابو المعاطي، انا ست عمري ما اخون، وخصوصا الناس اكلت معاهم عيش وملح. ايوه يكون في علمك. صعب قوي، شوفي صعب قوي ان تبلف. يكون في علمك انت انسان مغرور جدا، وانك انت اسهل واحد يتبلف وينضحك عليه كمان. ماشي هو سؤال. اتفضل اسأل. لو انت ما تعرفيش الشوال ولا اللي جوه الشوال، كنت بتجيب التموين بتاعك منين؟ بقول لك ايه، رد كده وخلي بالك اوعى تكدبي. عايز تعرف؟ من غير كدب او تضليل، لازم الحقيقه. طيب تعال معي. على فين؟ الله، انت مش عايز تعرف؟ هو انا حكلك؟ تعال. هي ايه الحكايه يا جماعه؟ مالكش دعوه انت عبد الهادي، اسكت. هي دي. ايه دي؟ دي الشجره اللي كنت بقطف منها. شجره ايه دي يا عبد الهادي؟ دي والله اعلم كده، يعني شجر الدطوري. دطوري؟ ما هي من العائله المخدره برضه، بنت عم الخشخاش. ودي كشفتيها ازاي؟ صدفة ولا الريحة بتاعتها جذبتك؟ اسمع يا عبد الهادي. ايوه اخوي. مش عايز اشوف ولا شجرة زي دي هنا. دي بتطلع شيطاني. ما كل الهم شيطاني وعفريتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلع واحرق كل الشجر ده يا عبد الهادي، امشي. اما انت يا هانم، فدكتور المصحة اللي انت فيه امر بمنع المهدئات دي نهائي، فهماني؟ ومش عايز اي حد من العيله يعرف بالمصيبه بتاعتك دي. احنا عيله اللي يشرب فيها سطل عصير قصب بايت يندم اشد الندم وينام 3 ايام. ايه والله 3 ايام يا اخواني. احنا في خطر، وخطر جسيم، لان العصابه اللي اتخذت لها مخزن في المزرعه لما تعرف باختفاء البضاعة مش هيسيبونا في حالنا. ودول بقى أهل إجرام، من إخمص القدم لفروة الرأس. برضك مش هنخاف. ايه؟ تمام يا عبد الهادي. نفسي أفهم بس مين الذكي اللي قالكم إن في عصابة وليها مخزن في أرضكم كمان؟ وبلاقي حبة عين. حسب ما بسمع وعريض في الجرايد 100 مرة إن الحاجات دي والمخازن دي بيبقى فيها بالطن والاتنين والعشرة، لكن انتوا كل اللي لقيتوه حته شوال يدوب فيه 16. فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه 16 تربه حشيش ماركه خد الجميل يا قمر، وخد منه واديني. ايوه، بس دول ممكن يكونوا وقعوا من واحد مهرب كان بيجري في ارضكم وخافوا رماهم. ايه ايه؟ دول كانوا مدفونين في الارض. دي تبقى مكيده. صح، هي مكيده. ما دام اختي سعديه قالت مكيده تبقى مكيدة، لأن مفيش حد بيفهم في المكايد قديه. جرايه يا ابو المعاطي، إذا كنت أنت أخوها وبتقول عليها كده، أمال أنا جوزها أعمل إيه؟ أنا اللي غلطانة اللي بقعد معاكوا، إيه؟ مكيدة؟ من مين؟ مفيش غيرهم اللي عايزين يطفشونها من الأرض، البدو. أيوة يا بياضة، بس مش معقول البدو لوحدهم، أكيد وراهم حد، وحد مهم كمان.
لان ده تخطيط، تخطيط كبير وخبيث جدا. الله، سكت له يا ابو المعاطي. ايه؟ لا ابدا. بقول ايه، هاتوا السلاح. ايه؟ والحريم هتفضل قاعده هنا وتقفل على نفسها الابواب. افتح الشوال اللي معاك يا اخوي، النار دي ضعيفة، عايزة تشعشع وتلعلع وتصهلل. عبد الهادي، ايوه، حط الكمامة. هو سؤال واحد تجاوبني عليه وبعد كده يا تعيش يا تموت. قلت الحقيقه ان كتب لك عمر جديد، كذب كل سنه وانت طيب. اسال يا ولد الاصول، بس قبل ما تسال، بعد ما صورت البندقيه على الراس، مش من بعد. مين اللي محرضك علي؟ العمايل السودا اللي انت بتعملها دي لحساب مين؟ ايه لحساب مين؟ مهران بيه. مهران بيه، تعرف طريقه؟ ايوه نعرف طريقه. تبقى تدلني عليه، ولك مني ألف تحية وسلام. وخلي بالك أن المدة اللي فاتت دي كلها كنت بدافع، كنت بدافع عن نفسي بس، لكن من هنا ورايح مفيش دفاع، مفيش ايه دفاع، فيه هجوم، وهجوم مستمر كمان. ومن بكره، من بكره مش عايز اشوف حد منكم في المنطقه دي. نروح فين يا ولد الاصول؟ ما اعرفش تروح فين، انا ما اعرفش انك تروح فين، لكن من بكره ما اشوفش حد منكم هنا ابدا. مهران بهده طريقه فين؟ ها ولا اقول لك؟ لا يا حيل. لا لا، رجل على رجلك يا حلو. ما احنا لازم نخلص من الناس دي خالص. يا عم هادي. ايوه يا ابو المعاطي، دوخت يا عم هادي. الظاهر والله اعلم انك انسطلت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهدي، ايه الهمه والنشاط ده كله؟ اهدي، صباح الفل، صباح الصحه والسعاده. صباح النور. ايه اللي انت عامله بنفسك ده؟ ايوه، اصلني مسافر رايح البندر. ان شاء الله كل طلباتك هتكون عندي. طلبات؟ طلبات ايه؟ انا ماليش طلبات. يعني ايه من غير ما تطلبي؟ وانا يعني عديم النظر او المفهوميه، شويه سجاير، اجيب لك برضك حبه كنسفيه دي من اللي قلبك بيحبه. اي والله. طيب تحب يعني اجيب لك وانا جاي معاي كزوزه؟ لا 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 لا، خلاص خلاص. ايه بس؟ خلاص، انا لا عايزه لا شاي ولا سجاير ولا قهوه ولا حاجه. طيب اجيب لك حته راديو ترانزستور كده صغير يسليكي؟ هتبقى انا عارف ان الراديو بتاع احمد جزوختي ده
يشتغل ساعه ويبطل ساعه تاني، راديو ملخبط، راديو غتت بصراحه كده زي صاحبه، وبينه وبينك ما بيجيبش غير البرامج التعليميه. حاكم اني والله ما كنت ناوي ادخل الادوات الترفيهيه دي المزرعه غير في الخطه الخمسيه الثانيه، لكن يعني عشان ما تزهقيش. انا مش ممكن ازهق منكم ابدا. بعدين يا ابو المعاطي انا لا عايزه لا راديو ولا تلفزيون، يعني هسمع واشوف فيهم ايه، اغنيه حب كذابه ولا الاخبار اللي مليانه مصايب ومشاكل وكوارث طبيعيه وحوادث طيارات، ولا المتحدث الرسمي اللي يطلع لك ويكذب متحدث رسمي سابق قبليه، والتمثيليات اللي كلها كذب وخيال. لا انا كده مبسوطه قوي. العزلة اللي انا موجوده فيها هنا محساني زي ما اكون في مكان نظيف نقي، عامل زي ندى الصبح لما بينزل على الشجر ويغسله. انا مبسوطه قوي يا ابو المعاطي. انا لا عايزه لا راديو ولا تلفزيون، انا عايزك تروح وترجع بالف سلامه. طيب خلي دي معاكي عشان تمشي بيها الذباب. انا همشي. سلام عليك. بالسلامه ان شاء الله. يلا يا شيخ العرب، يلا يا اخويا. في ضيوف يا سعاده البيت. ضيوف مين على الصبح؟ الشيخ زعتر ومعاه واحد معرفوش. زعتر خليني ادخل بسرعه. حاضر يا فندم، اتفضلوا. اهلا 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 يا شيخ زعتر. اهلا بيك يا مهرم بيه. مين الاخ اللي معاك ده؟ انا اول مره اشوفه. حصل لنا الشرف يا مهرم بيه، انا جاي مخصوص علشان اتعرف على حضرتك. اهلا بيك اهلا بيك. انت يظهر من قرايب الشيخ زعتر. اعوذ بالله، قرايب ايه يا راجل حتى اساله كده؟ ده انا ليله امبارح كنت هفرغ في نافوخه بندقيه خرطوش. اساله. محسوبك يا مهرم بيه ابو المعاطي شمروخ اللي انت كنت عايز تستولى على المزرعه بتاعته بالغش وبشغل الثلاث ورقات. انا لازم تعرف انت بتكلم. اللي لازم تعرف مش قالي. انا راجل بحب القانون، وعشان كده انا هتاخذ ضدك كل الاجراءات القانونيه. والراجل ده شاهد ولا مش شاهد يا شيخ زعتر؟ ومعترف بانك انت المحرض. انا هقدم فيك بلاغ رسمي. والعلم المخدرات اتحرقت يا مهران بيه. لاحظ انك في مكتبي، وعشان كده انا مطول بالي عليك. الكلام ده كلام تاريخ. طول بالك عليا انت شويه. اذا كان الكلام اللي فات ده كلام فارغ، فالكلام اللي جاي هو الكلام اللي في المليان. صبرك عليا شويه، مستعجل على رزقك ليه؟ نعم اتفضل. حسب علمي ان فيه ناس مفتريه، القانون ما بيعرفش ياخد حق ولا باطل معاهم، وحسب ما انا شايف كده ان حضرتك يعني من النوع ده. في الحاله دي انا هنفذ القانون اللي ما فيش قانون اعلى منه. العين بالعين والسن بالسن. الرجل اللي هتخط المزرعه بتاعتي هقطعها. فهمتني يا مهران بيه؟ انت بتتكلم عن موضوع انا مش فاهم عنه حاجه ابدا. مش فاهم عنه حاجة أبداً؟ إيه الرئة دي؟ إيه الحنية دي؟ ده أنت فاهم كل حاجة. المزرعة اللي أنت طمعان فيها دي يا مهرم بيه أنا شقيت وتعبت 15 سنة علشان أشتريها. ما خدتهاش كده هدية، ولا كسبتها في القرعة، ولا ورستها عشان أفرط فيها كده بالساهل أو بالخوف. بقول لك إيه يا مهرم بيه؟ هي الناس بتخاف من إيه؟ الموت، مش كده؟ حظك الاخبر اني مستعد اموت في ضل الارض بتاعتي، بس قبل ما اكون مقتول هكون قاتل. اهالينا زمان علموني واحنا عيال صغيرين عشان تموت التعبان لازم الضربة تكون على دماغه مش على ديله. فضل ديلك عندك اهو، ملوش اي لازمة عندي، انما الضربة الجاية هتكون على نفوخك انت. سلام عليكم. انا جاي معاك يا ولد الاصول. مهرم بيه، ان كنت ناوي تمشي في طريقك شوف لك ناس غيرنا. سلام عليكم. مال الامل
ما تقلقش يا شيخ زعتر، احنا مش هنتأخر كتير. هو طلب هشتريه كده لزوم اهل البيت، وبعد كده نتكل على الله عن نقطة على طول. ماشي يا زين. تأمر بأي خدمة يا فندم؟ ايوه، عاوز كسوة حريمي كاملة بس تكون من الأصناف المفتخرة. والكسوة دي عبارة عن ايه بالظبط؟ كله. مش فاهمة. يا سبحان الله، أنا بتكلم عربي يا بنت الناس. الكسوة دي هي كل ما يرتديه الإنسان. يعني حضرتك عاوز من فستان لغاية اسم الله عليكي، كل ما ترتديه المرأة. بس بقولك ايه، من أغلى حاجة. مقاس كام؟ مقاس كام؟ اهي هي مقاسها كام يا شيخ زعتر؟ انا مش عارف حكايه المقاس دي. وصف لي الست اللي انت عايز لها الحاجه دي وانا اقدر المقاس. والله هي سرحه وعودها مفرود ونحيفه زي دي كده. لا زي دي ايه، لا دوك هي حاجه تانية خالص. هو يمكن في الطول لكن في التخ لا. دوك هي تخس كتير قوي قوي. انا فهمت، دقيقه واحده بس بقول لك ايه، خلي بالك زي ما قلت لك، انا عاوز الكسوه كامله. ايه حاضر يا فندم. مش عاوز تشيل اي حاجه للحريم الغفر بتوعك يا عم زعتر. اسمع يا شاويش، بعد السيد وكيل النيابة ما يخلص تحقيق وياخذ القرار ترجع لي بالمتهم هنا تاني. أنا لسه قدامي ضده حوالي 12 بلاغ. حضرة الصول أخويا، فيها إيه يا أخويا لو بعت ال 12 بلاغ دول مرة واحدة؟ ما ينفعش يا أخويا، النيابة عندها شغل كتير. وامسك نفسك بطل هارش، أنت قدامك لسه كتير على ما تستحمى. ما زي النيابة ما حتشوفك، لازم تشوف غيرك. اسحبوا يا شاويش وزي ما فهمتك. معايا يا محترم. الله الله البرستيج. خلاص يا شاويش، طريق سلام يا شربات، طريقك اخضر. قال ايه حضرة الصور، انت نسيت المدام ولا ايه؟ لا انساها ازاي يا ست عطيات، القوة جاهزة واني طالع. بقول لحضرتك ايه حضرة الصور، ممكن يعني اطلع معاك مع القوة؟ ليه بس؟ هتتعبي نفسك وتعرضي نفسك للمخاطر والاهوال. اهو يعني برضو اونسك واشجع القوة في البحث. بس بصراحة يا حضرة الصول، انا خايفة على المدام. ايه طيب، ما فيش مانع، على اعتبار يعني انك مرشد او دليل. يا اخواتي دليل احتار. اتفضلي سعدية. سعدية، انت يا بنت يا سعدية. عايز ايه؟ من ساعة ما رجعت من برا وانت مش على بعضك ليه؟ فين دست تمواس الحلاقة الجديدة؟ عندك موس في المكنة. تلم يا سعدية. تلم؟ وعايز تحلق دقنك دلوقتي ليه؟ سبحان الله في طبعك يا سعدية، هي حلقة الدقن فيها ليه؟ الرجالة بتحلق دقنها ليه يا سعدية؟ قصدي اشمعنى يعني حابك اتحلقت الدقنة دلوقتي واحنا في ساعة ظهرية؟ جايز يزورنا ضيوف اقابلهم ودقني كده خشنة. ضيوف تاني؟ مش كفاية الضيوف اللي وراني؟ ونحهم ايه بقى الضيوف اللي لازم انت قابلهم بدقني محلوقي وناعمة زي الحرية؟ احتمال الحاكم دار. الحاكم دار؟ والحاكم دار يجي حدانا يعمل ايه؟ عشان يشوف الضيفة. ما انت عارفه ان البوليس كان هنا بيدور على واحده ست تايهه. اذا كان كده ادور لك على علبه المواس بحال. ويا ريت ازازه الكالونيا بالمره. كمان كالونيا؟ جرى يا سعديه، ده الحكم دار، هو اي حد. دايما الفنانين يحبوا الاماكن الشعريه. اهلا يا استاذ احمد. على فكرة انا شفت كل افلامك تقريبا. يا سلام يا سلام على دورك الاخير اللي شفته في سينما ام الخلول. في سينما في الدنيا اسمها ام الخلول؟ امال ايه، عندنا في المركز.
هي شاشتها مظلمة على طول، لكن بعون الله أول أنت ما بتظهري بتنور. ولا دورك الأخير في فيلم الهواء الساخن كان بيلفح لفح. اتفضلي. ايه ده؟ سجاير. جبتها منين؟ من عندي. دايما احتفظ بالحاجات دي للطوارئ. طمني، كل طلباتك موجودة. طلباتي زي ايه؟ انا عارف مزاجك كويس. عندي ازازة واحد صاحبي جايبها لي من السوق الحرة من الاصلي، ولسه مختومة بختم الفابريكا. وايه كمان؟ وكل اللي تطلبيه عندي. سلام سلام، لو كنت كشفت عن شخصيتك من الاول. بس انا بقى يا استاذ احمد بطلت التدخين خلاص. ايوه، عشان ما كنتش لاقيه سجاير. مظبوط، ده في الاول، لكن لما بطلت حسيت اني احسن، فقررت استمر على طول. فعلا، لكن ال كله. طب وال بقول لحضرتك كله. وهو كذلك. يابور قولي رايح على فين؟ يابور قولي. قربنا يا اخويا. قربنا. هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى كله، اهدى كله. يا هلا الله يا اللي هنا، يا اهل البيت، يا اهل الدار. نعم نعم يا ست الستات، يا اهلا وسهلا. تلزم خدمة؟ اهلا بيكي. مدام سلوى الممثلة مش موجودة عندكم برضو؟ سلوى والممثلة؟ لا يا بنتي، لا عندنا تايهة مش ممثلة. ده ممثلة تايهة. ايوه ربنا كشف المستور والله وسهر المستخبي. ممثلة؟ ايوه ممثلة، مدام سلوى الممثلة المشهورة بتاعت السينما القشطة دي. موجود. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله قضى خف من قضى. ايام في ايام في بس. ولا كلمه يا بنتي توهي، واحده منكم تعمل شاي والثانيه تنادى على الرجاله. ولا والست عائشه طلعت ممثله. ممثله يا حلاوه. لايقين على بعض هناء وشيرين زي فلاحين السينما. ايه حضرة الصول، في حاجة؟ عندي شك في توقيع السيد وكيل النياب. يا خبر اسود يا سعاد، يا خبر اسود، يا خبر اسود يا سعاد. بطل ولولة يا ولا، حسن ملفظك يا اخينا. يا حضرة الصول، اقسم لك ثلاثة بالله العظيم ثلاثة ان التوقيع اللي في ايدك ده توقيع السيد وكيل النيابة. انت مش مستلم قرار الافراج بايدك من المحامي؟ حتى لو ما كانش توقيع. طب يا ريت ما يكونش توقيعه، عشان يبقى عندنا جريمة التزوير كمان. ها؟ مع السلامة يا اخويا. منك لو. يلا رشاد بيه، يلا يلا اتفضل. انت فاهم يعني لو طلع مش توقيعه هتقدر تفلت مننا؟ يا اخي ده بعدك. مع السلامة يا سعاد. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا رشاد بيه، يلا. مش مكسوف من نفسك سعادية. اي نعم انت في حماية اهلك، لكن كله اللي الغلط بقى احلقة الدنيا والكالونيا للاغراض، واحنا مكتوب علينا نشوفك بدقنا زي عيش العنكبوت. عيب عيب يا سعادية، انت بتظلميني. انت عارفة الست دي تبقى مين؟ خليك بقيمتك وهيبتك يا راجل، بلاش يصغر نفسك قدام الستات اللي ما نعرفش عنهم حاجة. ثم ان دي بعيدة عن شواربك، هو احنا قد بتوع السامة؟ تعرفتي؟ انت اللي كشفت نفسك بنفسك، تصرفاتك المريبة خلتنا راقبك. بقى الست طلعت ممثلة. أيوة أيوة، ولازم تهتم بيها وتشوف كف الطلبات. سبحان الله في طبعك يا سعدية، انت
كده بتغيري ولا ايه؟ غيري؟ مش دي اللي غير منها. لا حق كله الا كده يا سعدي، ده كده يبقى عيب، يبقى الضلال ذات نفسه. لا يا جوزي يا ابو عيالي يا غالي، مش دي اللي غير منها، وانا مش مستهونه بيه. لا انا فين وهي فين، انا مستهونه بيه هي، ولا هتعبرك تطلع انت مين عشان تبصلك بطرف عينها. سعديه كلمه زياده يا سعديه، وانت عارفه هتعمل ايه، هترمي اليمين وبالثلاثه. لا داني انا هخرس خالص، انا مش هنطق. معقول معقول اخرب بيتي بايدي؟ انا يهمني انك تنبسط. تظلمتيني يا سعديه، اتهاماتك كلها مش في محلها. بس يا احمد افندي، سد يا اخوي سد. نار مش عليلة هناك يا ست الكل، اسكتي. مش اتقبض على المنتج عشان ما دفعش فلوس الناس، ولا دفع لي فلوسي ودخلوه الكراكون، ولا بقى الصحافه والجرايد ووكالات الانباء والرورتر كلهم عاملين زيطه وزمبليط عشان اختفاء، ولا بقى زميلاتك السكه المضروبين في السوق عارفاها لما تتسمى. راحت قالت المنتج ايه، انا مستعده اجي اشتغل، اجي بس بالمكياج والحبار عليا وكمان من غير لبيسه. طب هي الممثله منكم تنفع من غير لبيسه؟ لكن تعالي قولي لي هنا. بسم الله ما شاء الله، عين عليك برد. ايه ده يا اخواتي، ايه ده صحتك بقت زي الفل يا ست الكل. ايه طلعتي سمنه بلدي يا اختي، خليكي بعيد عشان النفس. الله اكبر الله اكبر، وشك بقى زي الورد يا قشطه. تتصوري يا توته، من ساعه ما جيت في الحادثه هنا ما حطيتش على وشي لا كريمات ولا احمر ولا اخضر. يا اختي قطعوا الاحمرات والاصفرات والدوق والهباب اللي بتهببوه في وشكوا ده، هو في احلى من جمال ربنا؟ قولي لي بقى ايه اخبار التصوير؟ اسكتي. مش المنتج طرد المخرج عشان سواد عيونك؟ قال لهم ايه، خليها تختار المخرج اللي هي عايزاه يا سعيد. كده يا اخواتي ما حدش هيصدق ابدا انك انت بخير. لكن تعالي قولي لي هنا، انت ليه خبيتي نفسك عن البوليس؟ اصلي عايزه اقعد هنا كام يوم. تقعدي فين؟ هنا؟ هو ايه يستاهل القعاد؟ الدبان والناموس بقى، سيب القصر اللي انت عايشه فيه والموكيت والنشاني وتيجي تقعدي في وسط الناموس. اجرأي عطيات، انت مش فاهماني ليه؟ بقولك انا هنا مبسوطه. الله، والمنتج والناس اللي متعطله بسببك؟ كل ده مش مهم، دي امور مقدور عليها. اسمعي يا توتة اخباري الحلوه. عارفه من يوم ما جيت هنا ما شربتش ولا سجاره ولا فنجان قهوه، تصدقي؟ والصبح وبالليل بشرب ايه، لبن كوبايه قد كده، وعايشه في وسط ناس طيبين جدا، كل اللي يعرفوا عني ان اسمي عيشه. اهم عرفوا النهارده. يا سلام، اجمل حاجه في الدنيا انك تعيشي في وسط ناس طيبه جدا، تحبك من غير سبب، من غير ما تكون عارفاكي، يبقى كل املها انها تسعدك. وانا اللي كنت فاكره ان سلوى نصار دي حاجه مهمه قوي وكل الناس عارفاه، وان انا اول ما الناس تشوفني هيقولوا دي سلوى نصار. اتاري في ناس عمرها ما سمعت الاسم ده. الله اعلم، بس بقى بعد ما عرفوك الوضع هيكون ايه؟ مش عارفه. عطيات، انا عايزه اقولك حاجه مهمه جدا، انا مش عايزه حد يعرف ابدا اني هنا. يا سنسوحة، طب والتصوير والجمهور والجرايد والبوليس والنيابة وكلكم بقى والمنتج كوم، ده هيهدد ويتوعد، ده فضيحة لوحده. هيهدد بيه ان شاء الله؟ انك معطلة التصوير. مش مهم، المهم انك تسمعي كلامي، ترجعي مصر وتقعدي في بيتكو وتستنيه لغاية ما ارجع، وانا لما ارجع هتصل بيكي. الله الله يا عبد الله، ده انت واخدة المسألة جد بقى. يعني اعتبريني في فترة راحة. استجمام يعني؟ وعلاج. وايه تاني؟ وبس. ايه ده؟ بطله ولا على اخر الزمن ركبت على. يا اهلا يا اهلا، المنطقه كلها نورت. المنطقه منوره باصحابها يا فندي. على فكرة أنا شفتك في أفلام كثير، أدوارك كلها ممتازة. شفتني أنا؟ بصي بول. طبعاً، معقولة أكدب عينيا؟ بس أنا بقى مش ممثلة،
عارف كومبارس. كومبارس. وشفتك في افلام الست سلوى كلها. نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب. طيب بسلامتك يا ست الستات، انست وشرفتي. اللهم اني لا اسالك رضا القضاء ولكني اسالك اللطف فيك. شيك ابو توصي بيه يا شيرين. فيلينجز فيلينجز شيك. ها كنت عارف انها ممثله يا ابو المعاطي؟ لا وغلاوتك انت عندي ياما، انا ما كنت اعرف انها ممثله. على العموم انت ربنا بيحبك. واحدة تانية ما كانتش تنزلت عن حقها ابدا. بس يا ابني المحترمة وباين عليها بنت ناس. ايه ومين قال لك بس ياما ان الممثلين دول مش ولاد ناس؟ حسب السمع. والله ما في حاجة موديانا في داهية غير السمع ده. سبحان الله، نسمع الكذبة من هنا ونبقى عارفين انها كذبة ونفضل نعيد ونزيد فيها لغاية ما تبقى حقيقة. طيب بذمتك ياما، واني راضي ذمتك، انتي شفتي منها حاجة وحشة؟ غير الهدوم اللي وصلت بيها ما فيش. ويا ذنبها ايه ياما؟ دي حاجة غصب عنها مش بخطرها. وبعدين دي كانت في الترعة، يعني كانت هدوم ترعة، قصدي اقول لك يعني انها كانت هدوم شغلها. على العموم هي ناوية تطول هنا. والله ياما بقى دي حاجة في علم الغيب. ايه بقول يعني عايزين نشوف مصالحنا؟ ايه مصالحنا ما هي ماشية اهي ياما وزي الفل اهي. وبعدين دي يعني مش معطرانا في حاجة، بالعكس دي بتسوق الجرار ياما احسن سواقة. ده ياما لا تكون يعني مش مبسوطة ولا حاجة. بلاش تبص لفوق يا ابني. بتضحك ليه؟ اصل دي مش فوق ياما، فوق بتاعنا بالنسبة لها شوية عليها قوي. دي طايرة في سبع سنة زي ملكة النحل. اقول لك على حاجة ياما خدتها في مدرسة زراعة زمان. قول يا ابو البعاط، هادينا بنحكي. ملكة النحل دي ياما تفضل طايرة وتطير لفوق قوي، كل النحل يطير وراها، قصدي النحل الذكر يطير وراها، واللي ما يقدرش يكمل يقع وغيره يقع ويقع لغاية ما يحصلها الذكر إياه. دي بقى بالنسبة لنا ياما عاملة زي ملكة النحل، عايزة اللي يطير وراها ويكون نفسه طويل. وابنك ياما زي ما انت عارفة كده يعني على قد حاله. كويس انك فاهم دي. لهو في حاجة تانية ياما؟ حتى لو قدرت تطير وراهي مش هي دي يا ابني؟ معقول دي تكون ام عيالك؟ وبعدين سعدية يا اختك. سعدية يا اختي؟ هي سعدية رخرة بقى لها رأي في الموضوع ده؟ الله، مش اختك ولا بده يكون لها رأي؟ اختي ورأيها ايه بقى سعدية هانم دي؟ بتقول عليها من زباين جهنم. استر يا رب استر. سعدية خلاص بقت توزع الناس على الجنة والنار. طيب تروح جهنم ليه ياما؟ شافتها في السينما، فيلم كان في التلفزيون وكان راجل غريب يعني لا مؤاخذة. أتفهم انت بقى اني بقول ما تطلعش منه العيبة. والله شوفي والله ما حد هيروح جهنم غير سعدية دي. بقول لك ايه ياما، كلام تاني في الموضوع ده انا مش عايز اسمع. عارفه ليه؟ ليه؟ لان ابنك عمره ما حلم حلم اكبر منه. عمري ما تمنيت حاجه صعبه او مستحيله، عمري ما تمنيت غير الحاجه اللي اقدر اوصل لها وبس. عشان كده ربنا ساترها معايا. الممثله دي ضيفه ياما، ضيفه وبس، لغايه ما تمشي من نفسها. الحكاية دي مش داخلة دماغي أبداً يا سعاد. حكاية إيه رشاد بيه؟ حكاية اختفائها دي حتى لو كانت ماتت كانت ظهرت لها جثة. تمام؟ وكانت اللي اسمها عطيات دي على الأقل لبست أسود. لا بقى إلا دي ولا على بالها حاجة. وعرفت إزاي؟ أصل أنا عامل عليها مراقبة. امبارح نزلت الجمعية اشترت خضار وفاكهة ولحمة ورز ومشت ترقع باللبانة ولا على بالها حاجة.
عطيات، هي عطيات اللي معاها السر. سعاد تعرف تفك لي عودة لسانها؟ اعتبرها اتفكت يا رشاد بيه. سعاد عارف لو رجعت وشايل لي خيبتك على كتفك هعمل فيك ايه؟ لا لا لا، الا المره دي. الصنف ده انا اعرف اتفاهم معاه كويس قوي. يا اهلا وسهلا، منور يا دنور يا دلهنا. تشرب ايه؟ شاي ولا بسكافيه ولا كركريه؟ ميرسي. ما هدي بقى المشروبات الشرعية اللي موجودة عندنا، حاكم انت قاعد في منزل الزوجية، ومنزل الزوجية كلها مشروبات شرعية، يعني مية من الحنفية بتاعت ست سنية، أما بقى مية الأزايز اللي انتوا بتستلطفوها دي فدي غالية عليا ومفيش فلوس خالص، ده غير بقى إن جوزي بيستحرم تمنها، أنا جبت لك بقى القصيدة من آخرها، قولي بقى تشرب إيه؟ مش عايز أشرب حاجة. يبقى هتاكل، أنت طفل. إيه هتتعشى معانا النهاردة؟ عاملين بصارة. عطيات. انا لا عايز اكل ولا اشرب، انا عايز عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ امسك اعمل بيهم ايه؟ اعمل بيهم ايه؟ اشتري بيهم هديه حلوه لنفسي. يا اخي اقول كده من الصبح ايه ده؟ من يد من عدمها طول عمري اقول عليك سخي وابن حلال. اختي عطيات، انا عارف انك صريحه ودغري. لا وخصوصا مع حضرتك بالذات. عظيم، فين سلوى؟ ها؟ يا تبدا عليها، فكرتني بيها، يا عين عليك يا مدام سلوى، يا ترى عايشة ولا ميتة؟ يا حنينة يا أم سخية، يا اللي كنت تديني بالمئات مش 50 جنيه. عطية، أنا بسأل سؤال مش عايز مناحة. وأنا إيش عرف؟ عطية، اسمع بقى يا استاذ سعيد، انا جوزي زمانه جاي وانت ما تعرفش جوزي، راجل حمقي خلقه ضيق ابن سبع، ولو شاف راجل غريب على الباب يعمل جنايه، ما بالك بقى وانت قاعد في قفص الحريم، قصدي في اوضه المسافرين، اكيد بقى هيجيب سكينه ويدبها في كرش. عطيات، هي دي صوره جوزك؟ يا اختي اسم الله عليك، كمل عين ام كميله يا اختي، هل اندلون يا اختي اسم الله عليك، اشقر وحيد. هو بيشتغل ايه؟ عقبال الحبايب، عقبال امالتك كده، فتوه من فتوات السيما بتوع المعارك والخناقات، زميل محمود البليج وعبد الوارث عصر، اصله كان بيشتغل مصارع تران راماتورجي قبل ما يتجوزني. عطيات هانم، لو سمحتي قوليلي سلوى فين؟ افتحي يا عطيات. جوزي يا ليلى مش فايتة. افتحي يا عطيات. ايه؟ هفضل واقف على الباب ساعة؟ ساعة غبرة ايه اللي اتهلت عليا فيها دي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في وقستي دي؟ اعمل ايه؟ بقولك ايه، انت بتعرف تنزل من على المواسير؟ بقولك طب معرفش. ما تعرفش ازاي ما بتهدف ايه؟ ما انت لازم تعرف غصب عنك وعن اهلك، ولما تنزل وتنقط رقبتك الحقيقة هيبقى في بصقة النور. ايه عاوز جوزي تيك سكينة اخش فيها السجن وانت عامة العميل؟ عطيات واحد يستخسر يخش فيك ساعة واحدة. ساعة يا عطيات، سكت الموازين، سكت الموازين من هنا. سلام يا شربات، يلا يا اخويا سلم على الفرمان. يا اهلا وسهلا، انست وشرفت والله، حصلت لنا البركه. وعلى راي المثل، ما محبه الا بعد عداوه. والله ما كان في عداوه من الاصل، احنا ناس طول عمرنا في حالنا، نطلق الماعز والغنم ترعى واخر النهار نرجع بيهم، لكن فيه من الناس شياطين. ايه ايه، نفتح صفحه جديده واحنا ملناش بركه الا انتوا. اسمع يا شيخ زعتر، ودني معاك، حكايه الغنم والماعز دي حكايه لا مؤاخذه يعني مش داخله دماغي. مش فاهم ايش قصدك يا زين. يعني حكايه رعي الغنم والمعيز دي شغلانه لا مؤاخذه يعني ما بقتش تجيب همها. دي شغلتنا، ورثناها عن الاب وعن الجد. يا سيدي ما قلناش حاجه، ربنا يخليهم لكم. دول ماتوا يا ولدي. ماتوا ما قلناش حاجه برضو، الف رحمه ونور تنزل على الاب والجد. لكن لا مؤاخذه يا شيخ زعتر، المستقبل بيتغير. المستقبل دلوقتي للارض الخضراء، الزرع، الخير الرباني، القمح والذرة والشعير والبرسيم والمنجه والتفاح والخوخ والكمثري والليمون والبصل. ايه رايكم؟
ما تتغيروا كده وتتعلموا الزراعة وتشتغلوا فيها. الزراعة بعيدة عنا يا سيدي. البعيد يقرب. اصل كمان حكاية انكم تطلقوا الغنم والمعيز طرعة كده وانت تناموا لحد ما ترجع، حكاية برضو مش معقولة. يعني اقول لك على حاجة، جرب انك تزرع في الارض ان شاء الله يا رب قراط واحد، واني واثق بعون الله. شوف، واثق بعون الله انك انت اول ما تشوف الارض وهي بتخضر قدام منك ان الحكاية دي هتقوى في دماغك على طول وتغواها. والارض يا ولدي؟ الارض حوالين مننا كتير، بس انت انوي وقرر وابعد، وابعدوا معاها عن الارض بتاعتني. الشيعة بقادر ولا انتوا مستعجلين؟ ونزلت على المواسير يا سعاد احسن. وهي دي برضو مواسير عادية رشاد بيه؟ دي بايشة وحالتها حالة، بتطلع حاجات دي زجريابلة، حاجات غريبة جدا. يا ساتر يا رشاد بيه، كانت ساعات عصيبة جدا. بقول لك ايه، انت شفت جوزها؟ وانا لحقت اشوفه، انا يا دوب سمعت صوته من على الباب، بس حاجه كده زي هدير الرعد، زئير الاسد. ريحتك، ريحتك يا سعيد صعبه قوي. ابعد عن المكتب يا اخي، ما توسخوش. الله يا ساتر. اف، مش عارف، مش عارف ليه يا سعيد انا بعتمد عليك في المهام الصعبه بتاعتي دي. لعلمك انت استمرارك معايا بقى على كف عفريت يا سعاد. يا رشاد بيه، انا بعمل كل اللي اقدر عليه، تقدر تقول لي هعمل ايه تاني؟ انا هقول لك تعمل ايه يا سعاد. اصل الاصناف اللي زي دي يا اخويا التعامل معاها ما يكونش مفيد الا بطريقه واحده. اللي هي ايه بقى يا رشاد بيه؟ بكره الصبح هقول لك. هي الفكره هنا حقيقه، بس لازم تفاصيلها تكون سالمه ومظبوطه على الاخر. فهمني يا سعاد. انا هخليك تظهري من تحت طقطق الارض. جماعه دول ايه حكايتهم؟ هيفضلوا يتفرجوا علينا كده؟ خليهم، خليهم يتفرجهم وياخدوا راحتهم في الفرجة على الآخر. أصلها ملهاش لازمة الفرجة علينا. لا، دي ليها لازمة ونص. هما دلوقتي بيشاوروا نفسهم، لما الحكاية تمخمخ في نفخهم هتلاقيهم جنب منك وإيديهم مع إيديك. وبعدين يا أخي من حقهم يفكروا، ده مجال جديد بالنسبة لهم. سيبهم، سيبهم يتفرجوا كويس قوي. بقولك إيه، أنت مش جبت لهم الفوز؟ باين عليهم بالهم طويل. انت يا احمد افندي يا جوز اختي اللي دايما مستعجل. احنا واقفين ليه يا رجال؟ اللي عايز يتعلم الفلاحه لازم يمد يده. يلا بينا يا رجال. مرحبا. ايوه، بقول لك ايه، زي ما فهمتك اسمي ما يجيش على لسانك خالص. حاضر. كفايه يا اخويا، انا مش ناقص، كفايه اللي جراني. مفهوم يا رشاد بيه، مفهوم. بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تتمسك باقوالك على الاخر. حاضر. فاهم؟ حاضر. سعاد. نعم. بقول لك ايه؟ ايوه، انا حاسبقك على المكتب. حاضر. انت خد تاكسي وتعال. حاضر. ولا اقول لك؟ نعم. خد الاتوبيس توفيرا للنفقات. حاضر. حاضر. يلا يلا يا ليه. نهارك سعيد يا فندم. تحت امرك، تفضل. شكرا. اكيد حضرتك سمعت عن اختفاء الممثله سلوى نصار. الجرايد بتقول كده. لا، ده مش كلام جرايد، الخبر صحيح، وانا جاي اقدم بلاغ رسمي باختفائها. يعني الموضوع اكبر من الاختفاء بكتير. انا يا فندم بتهم عطيات بقتلها. أه
قاعده مساهمه كده ليه يا حماتي؟ من الهم. يا ساتر يا ساتر، استر يا رب. مالنا ومال الهموم بس يا حماتي؟ اسمع يا احمد افندي، انت عارف النار اللي شعللت جوا مني؟ ابليس، ابليس اللعين طب علينا في ايام الصفا عشان يعكر علينا الدنيا كلها من حوالينا. ابليس بنفسه؟ ايوه بدمه ولحمه. لو انت فاكر ان الست هانم دي انس زي وزيك كده، دي ابليس في هيئه واحده ست. قول لي ست ادم انطرد من الجنه ليه؟ عشان اكل من الشجره المحرمه. ومين اللي غواه وشجعه؟ حوي. وحوي مين اللي زن على ودنه؟ ابليس اللعين. سيدنا ادم انطرد من الجنه وهي جنه، واحنا هننطرد من الارض دي قبل ما ناكل لقمه عيش من قمحها، قبل ما نقطف ثمره من ثمارها. ابو المعاط ضاع، ضاع يا احمد افندي واللي كان كان. يا حماتي انت فاهمه الامور غلط. والله بعد ده كله وتقول الامور غلط؟ طب ايه الصح يا استاذ يا متعلم؟ قول لي هو فين دلوقتي؟ معاه. ماني عارفه انه معاه، بس فين؟ بيمشيها شويه يا حماتي، انت عارفه انها من ساعه الحادثه وهي قاعده ما بتتحركش، اهي تغير جو. مش عارفه حاسه ليه ان ابني اتسرق مني. يا حماتي ابو المعاطي عاقل ومتزن. وبعدين عايز اطمنك، هي يا دوبك هتقعد هنا يومين يتعدوا على الصوابع، كلها بكره ولا بعده وهي ماشيه. بكره ولا بعده؟ مده قليله خالص. اي نعم هي مده قليله، بس ابليس في شغله مش محتاج وقت كتير، وانا عارفه ابني. ربنا يستر. الله، اول مره اشوف الشمس زي قرص الذهب وهي بتغرب، جميله قوي النهارده. الله، ما هو الشمس على الحال دي من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون. ايه بقى اللي منعك من انك تشوفيه؟ يعني في ناس ما تشوفش الحاجه اللي اذا كانت قدامها على طول، وانا منهم. وفي ناس تدور على الحاجه الحلوه علشان تشوفها، وانت طبعا مش منهم. يعني الواحد لازم برضو يتغير. والله اذا كان الجو هنا عجبك. عجبني بس ده انا هتجنن. خلاص نبقى ندور لك على مزرعه تكون قريبه مننا كده، تكون معروضه للبيع، وهو تبقي جارتنا. اه وبكام بقى المزرعه دي؟ والله كل مزرعه على حسب مساحتها ونوع الزراعه اللي فيها، وبرضه على قد فلوسك نقدر نعطر لك على المزرعه المناسبه. طيب افكر. تفكري ايه؟ ايه اللي تفكري ده؟ الارض كنز الايام دي، اي فلوس حطيها في الارض وانت مطمنه. الله، شوف جوز اليمام اللي هناك ده. ايه ايه، انت برضه ما شفتيش يمام قبل كده؟ لا شفت، بس عمري ما شفت يمام بيحب. ما هو اصل الطيور احباب الله، واليمام ده، اليمام ده بالذات لما بيحب بحرق. الا هو الفيلم ده، الفيلم اللي انت بتعمليه ده، يعني الموضوع بتاعه يعني عباره عن ايه؟ يعني القصه بتاعته يعني صعب قوي اقول لك قصته دلوقتي. صعب. طب اسمه يعني اسم الفيلم ايه؟ ولا اقول لك اني ما بفهمش في المسائل الفنيه اللي زي دي. مدام سلوى. نعم. يا أعراض الحمى، مش شوية سخونية برضه؟ أفتكر كده، سخونية مع رعشة، مش كده؟ تقريبا. يبقى أني داخل على دور حمى، بس نوعها ايه الحمى دي؟ الله اعلم.
ايه رايك ايه؟ اقدر اعتمد على حيطه جامده؟ انا شايف المساله دي صعبه شويه يا سيد بيه، وانت عارف عطيات مراتي اكل عيشها من بيت مدام سامر، ومحدش بيقول عيش وملح. يا عم مراتك مش هتخونها ولا حاجه، هي المساله ان احنا عايزين نلاقي مدام سلوى عشان نكمل الفيلم، وبعدين الراجل المنتج الغلبان ده اللي صرف لغايه دلوقتي فوق ال 120 الف جنيه والفيلم ما اتصورش منه اكتر من 3 4 متر. قلت غرمان كام؟ 120 الف جنيه. خلاص يبقوا 121 الف جنيه. سعادتك برضون تفص بقى، انت عايز 1000 جنيه في اخباريه هايفه زي دي؟ دي مش اخباريه بسيطه يا سعيد بيه، دي اخباريه عن نجمه السينما المشهوره سلوى هانم، وكل اخباريه وليها تمن يا سعيد بيه. بقول لك ايه، هما 500 جنيه مفيش غيرهم، والدفع فوري، النص مقدم والنص لما تيجي الاخبار الاكيد. ايدك ايه؟ ايدك يا سعيد بيه على نمره تليفونك، وكلها ساعه زمن واحده، وحيرين الجرس بالخبر الاكيد. بس احنا مش عايزين من فخامتك اكتر من كده، ادي نمره التليفون وادي المقدم. يا اخويا ما تهمت شويه، خيلتني يا سعاد. رد رد. الو؟ ايوه انا، انا عتريس، انا عتريس جوز عطيات يا سعيد بيه، انتصرنا والحمد لله. ايوه عرفت كل حاجه، ايوه عرفت كل حاجه، بس بعديها يا سعيد بيه. ايوه الله لا يوريك يا سعيد بيه. يا سيدي خلصني، فين سلوى نصار؟ قلب اهو يا اخويا اكتب. ها ايه؟ ابو المعاطي ايه؟ شمروخ، شمروخ. اه ايوه طيب عظيم. لا كفايه قوي على كده حبيبي، ما تبقاش لحوح ولزج، الفلوس هتوصل لك. الله، ايه يا اخويا؟ قال لك فين؟ في مزرعه بتاعت واحد فلاح قبل مكان التصوير. ها بتعمل ايه في مزرعه الفلاح ده؟ والله بقى دي حاجه في علم الغيب، المهم دلوقتي هنتصرف ازاي؟ لا يا اخويا احنا مش هنتصرف، احنا نبلغ المعلومات اللي وصلتنا للبوليس. في المواقف الغامضه اللي زي دي يا سعاد الجهات الرسميه هي اللي تتصرف. بياضه. ايوه يا مدام، انا عايز اعمل زيك. ايه تحلبي البقره يعني؟ ايوه. لا انا خاف ترفوسك. طب وش معنى مش بترفوسك انت؟ عشان دي عشره طويله يا مدام، انا وهي اسم الله على مقامك زي الاخوات. اصل صنف الحيوان ده زي البني ادم بالظبط، يحب الحنيه. طيب ممكن اجرب وانا اقدر اكسفك؟ اتفضلي. متخافيش. اقعدي اعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الست سلوى زي بالظبط، طيبه وحنينه وكده، بقت منا وعلاني. خليكي بقى هاديه وناديه زي طبيعتك. يلا. ايوه يا ست سلوى. الله. اول مره احلب بقره والاقي الخير بين ايديا كده. حلاوه يا حلاوه يا ولاد. بصي طيب يا اخويا. طيب يو. الو. نعم. مين؟ تمام يا فندم، تمام. اهلا وسهلا يا سعاده الحكم دار، كله تمام، القلب مستتب وكله على عالي يا فندم. ايوه معاك يا معالي الباشا. لا يا فندم، موضوع الممثله اللي تاهت دي انا عملت فيه اللازم واكتر شويه. ايوه يا فندم، انا كان القلب حاسس ان كبار المسؤولين هيهتموا. اهو يا معالي الباشا. مين؟ لا مؤاخذه يا معالي الباشا،
أنا أقصد يعني إن كبار المسؤولين هيهتموا كما هي العادة مع أي مواطن. أيوة فندم. نعم؟ موجودة فين؟ أيوة مع سعادتك. مزرعة أبو المعاطي شمروغ. أيوة حاضر. حاضر يا باشا. لا لا، أوامر معاليك تنفذ في التو واللحظة يا معالي الباشا. حاضر؟ حاضر. مع السلامة. مع السلامة يا سعادة الحكم دار. مع السلامة يا فندم. ألف ألف سلام. ربنا يخلي سعادتك يا فندم. جاهز القوة يا أم باشا اللي بره. طيب طيب أبو المعاطي شمروخ. طيب عارفة يما؟ عارفة مين اللي حلب البقرة النهاردة؟ اسكتي. عرفت بس تاني مرة بلاش تخلي الست تقعد تحت البقرة. ليه حاجة؟ البقرة لبنها ينشف. بصراحة بقى دي بقت حاجة ما ينسكتش عليه. طب ايه رأيك بقى يا استي سعدية ان لبن البقرة زاد؟ وان ما كنتش مصدقة تعالي شوفي بنفسك. بصراحة يا سعدية يا بنتي كلمتك ليها كانت اشد من ضربة الكرباك. اما قوم راضي خاطري. انت هتقعدي تتفرجي علي؟ قومي اشطفي ايدك الراس العجين. ما تقومي. لا يا خبر زي بعضه ده. انت ولا العيال الصغيره بتعيطي بالدموع عشان كلمه هايفه طلعت غلط؟ ما انت عارفه سعديه طول عمرها وهي ما بتعرفش تتكلم. هي خايفه عليك للبقره تاذيك. ولازم تعرفي يا بنتي ان البقره بتاعتنا معوده نفسها على بياضه، لاني ولا سعديه نقدر نهوي بنحيتها. تزعلي من كلمه يا هبلي؟ اعتبريها نكتي زي النكت بتاعه اهل البندر. ده انت بركه المطرح كله. ايه رايك بقى عشان تصدقي كلامي؟ ما فيش حد غيرك هيقطع العجين عشان تحصل له البركه. بجد؟ قومي معايا. قومي يلا. العيش طالع من الفرن بيضحك. وين اللي عيشي كان بيطلع مكشر يا ست بياضه؟ لا يا سعدي، عيشك كان برضو بيضحك بس نص ضحك. الله يجازي شطاركم يا بنات. عصروا البيت كله، عصروا البيت كله. انا عايز يقظه تامه. تفتش يا فندم. مش وطي صوتك يا اخوي. احنا ما معناش اذن رسمي بالتفتيش، احنا هنتصرف في حدود السلطات المخوله لينا وبس. فاهم؟ حاضر يا فندم. لكن انا عاوز حصار شديد. الناموسه ما تعرفش تفلت منه. انتشر. ايه في احد شويش معاك اذن بالتفتيش؟ مبسوطين اهو. سمع في غش، في خداع، في استهتار بالعداله، استهتار بيا اني بالذات. وباذن الله العواقب هتكون وخيمه. ربنا يستر علينا يا حصول. بس بقول يعني لو نفهم الموضوع من اوله يبقى احسن. خصوصا خصوصا ايه يا افندي؟ خصوصا ايه؟ هو اني مش قلت لكم قبل كده وسالتكم على الممثله سلوى نصار وقلت لي مفيش يا شاويش؟ حصل يا شويش. انكرتموها ليه؟ سؤال غريب ما جاوبش عليه. ايه دي؟ استحيل. انت بتتمهزق عليا يا فندي؟ لا ما معاش اللي يتمهزق. حصول يا حصول، انما يعني انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده. اللي يجاوب عليه صاحب الشأن. انا انا صاحب الشأن؟ حس كده رد صاحب الشأن. لا مؤاخذه يا شويشني،
لا مؤاخذة يعني الست الممثلة دي مطلوبة في تهمة؟ قبل كده لا، لكن النهاردة واسمع يا جدع انت، انا شايفك حيرك وشايف نفسك حبتين. لا بقول لك ايه، انا ما احبش حد يكلمني ويعمل لي كده، بتشائم من كده، ما تكلمنيش وانت بتعمل لي كده. طب ايه رايك انا مش هتكلم الا كده، ولازم تفهم ان انت جنب الحكومه ولا حاجه. لا لازم تفهم انت بقى ان انا جنب الحكومه كل حاجه ولا حاجه. واطلع بالممثله، اطلع بالممثله قبل ما اوجه اليك تهمه ايواء هاربه من العداله. اطلع. خبر احوز هاربه من العداله، اني قلبي كان حاسس. النهارده هتاكل عيش من ايد الهاني. مدام سيبي اللي في ايدك وتعالي معايا. ليه؟ فيه ضيوف عايزينك بره. ضيوف؟ ضيوف مين؟ ها؟ ضيوف مين؟ البوليس. البوليس؟ عايز منها البوليس؟ ايوه صحيح، البوليس عايز مني ايه؟ هما فين؟ انت هتقابلهم كده يا بنتي؟ امال هلبس لهم صور ايه؟ اهدي بشرب من القله. اهدي حد اذنه، حد اذنه عشان من القله. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انت مين يا ست انت؟ انت جاي عايز مين؟ عاوز نجمه السيما ممثله الاغراء سلوى نصار. وديني واقفه قدامك اهو، انا سلوى نصار. ايوه دخلنا في التزوير كمان. شوف يا ست انت، انت ست طيبه وعلى نياتك، ومن واجبي ابصرك بالقانون. جريمه انتحال الشخصيه عقوبتها مش سهله ولا هينه. خش خش كملي خبيزك وشوفي مصلحه جوزك وعيالك. امشي جوه وما تخليش واحده من بتوع السيما تورطك امام القانون. يا حول الله يا رب. يا محترم بقولك انا سلوى نصار. ايه مدام سلوى نصار وعامله في نفسك كده ليه؟ بتمثلي دور فران؟ لا، كل واحد حر يعمل في نفسه اللي هو عايزه. هو انا كده مخالفه للقانون؟ لا ما انتش مخالفه للقانون، انما مخالفه للصوره اللي انا رسمتها لك في خيالي. فين فين ريحه الكولونيا المفحفحه؟ فين فين الوش الحلو اللي حرمني من دخول كليه الشرطه؟ فين ايه فين وفين مفحفحه ايه؟ عيب عيب لما تتكلم كده. انت راجل من رجاله القانون وعيب لما تتعداها. خليك في حدود القانون وتكلم كويس. نهايته انت مطلوبه يا مدام سلمى. مطلوبه من مين؟ جهات عليا. وصريح العباره الاشاره اللي وصلت من مصر بتقول كده. جهزي نفسك. اجهز نفسي ليه؟ للرحيل. رحيل؟ وهترحل معاك ازاي يعني؟ ورايا على الحصان لغايه النقطه، ومن هناك نبلغ المديريه تبعت لنا السياره المناسبه. انا اركب وراك انت على الحصان؟ حضره الصول ما صدق حاطط صوت. بقول لك ايه، القانون ده على راسنا من فوق، واحنا لا مؤاخذه يعني ما بنحبش نخرج عليه. ونعمل كلام. يبقى لا مؤاخذه يعني نتسهل مع بعض شويه. نتسهل في ايه بالظبط؟ يعني في حكايه ركوبها وراك على الحصان دي، اصلها لا مؤاخذه يعني مش راكبه جوايا، مش راكبه خالص. بقول لك ايه، خش انت يا مدام جهزي نفسك عقبال اني ما اتفاهم مع دفعه. شوف يا سيدي. افندم. بتي يا بياض. ايوه بتي يا بياض. ايوه هي بتعمل ايه؟ واقفه قدام المراية وحواليها كده علب زي علب الورنيش، ويا اختي شبات رمانات. ده كله غش، ده يا هبل الاحمر والابيض. انت
تبقى الست من دول مقشفه ومصديه ولا تسوي طوره فول، وبعدين تدي نفسها كم وش من البرطمانات دي وتعمل هانم. بقولك ايه؟ ايوه. انت بينك وبينها ود، لكن انا ما اعرفش كنا عاملين زي الضراير ليه. ايه اطلبي منها كم علبه على كم برطمان من دول. يا دي العيبه. لا لا يا اختي انا انكسف. وتتكسفي ليه؟ اشمعنى هي ما انكسفتش؟ ما هي قاعده واكله شاربه نايمه، وكنا عاملين زي الخدامين تحت رجليها. وبعدين دي ست مقتدره تقدر تشتري. لا لا يا سعدي. وبعدين يا اختي الحاجات دي ملهاش عايزه عندنا. عندك انت، لكن انا عايزه. لازم احمد ابن هنومي يعرف قيمتي، وانا ينقصني ايتها حاجه غير شعلبه وبرطمان، وبعدين الشمس تنكسف من طلعتي. ويا ارض تهدي معلك قدي. هتوحشيني قوي يا استا سلوى. انت اللي هتوحشيني اكتر يا بياضه. بقول ايه يا مدام سلوى؟ ما تقوليش حاجه، انا سمعت كل كلامك مع سعديه. يا دي الكسوف. خد يا بياضه امسكي، انا ناويه اسيب لك الشنطه دي بكل اللي فيها. يا خبر، دي حاجه بسيطه خالص يا بياضه. ده انا نفسي ارد لك ولو جزء صغير من جمايلك عليا. جمايل ايه بس يا استا سلوى؟ هو اني عملت حاجه؟ ياه، ده انت عملت كتير. كفايه حنيتك وذوقك ورقتك معايا. وحشينا يا بنت، متعذرين. ان شاء الله. حاجة بهية، انتوا خلاص بقيتوا اهلي. انا عشت معاكوا هنا اجمل ايام حياتي. كل دقيقة مرت عليا في البيت ده بسنة من عمري. في بيتكوا عرفت الراحة والسعادة والاستقرار. بقيت بنام واحلم، وكان بقالي سنين طويلة ما بحلمش. كانوا بيقولوا لي ان الانسان لما ينام من غير ما يحلم يبقى زي الميت بالظبط. انا مش ممكن انساكوا ابدا. كان نفسي ايامي تطول معاكوا اكتر من كده، بس معلش. اشوف وشكوا بخير. انت عرفتي سكتنا، باب دارنا دايما مفتوح. واذا ظروفك ما سمحتش بالزياره، الجوابات برضو بتوصل عندنا. لا الجوابات مش كفايه يا استسالوه. وصلت بنفسي لغاية النقطة، ومن هناك هنأجر لك عربية توصلك مصر بالسلامة وبالرعاية التامة إن شاء الله.
متشكره قوي يا جماعه، كتر الف الف خيركم واشوفكم بخير ان شاء الله. اتفضلي يا هانم، وبعد ما تحلي مشاكلك الهيفه انا مستني، كلنا مستنيين ترجع لنا تاني ان شاء الله. على بركة الله الركب يتحرك. في حاجة يا مدام؟ مش تقولي الأول أخبارك إيه في السواقة دلوقتي؟ شايف أخوكي؟ ماله؟ بعت اشترى الجرايد والمجلات وعمال يقلب فيها زي ما يكون في حاجة ضايعة منه وبيدور عليها. أما أمرك غريب يا أحمد أفندي، بقى واخد بالك من أخوي ومش واخد بالك مني؟ إزاي يا سعدية؟ ده لو واخد بالي منك ونص. أمال يعني ما قلتش حاجة عن الزواق بتاعي؟ عشان مش عايز ازعلك يا سعدية. ايه ده يا سعدية؟ ايه ده؟ الهباب اللي انت حطاه ده احمر واصفر واخضر، وايه ده؟ حاطة بقدونس في عينيك يا سعدية؟ ده انت عاملة زي نسوان الهنود الحمر. اغسلي وشك، شيل الشلفطة اللي انت فيها دي، فاضلك شنب يا سعدية وتبقي شبه عبد الهادي. ايه بقى الاحمر والابيض مش الفت وشي وحلوه على بسلامتها؟ اغسليه اغسليه يا سعدية، لخبطيه بالجاز. رجال انا مرده مش لاقي حد يحكمه. روح الهي ربنا يوعدك بالاقوى منك. الراجل مش هين عليه طيب خاطر بكلمتين حلوين. سعدية على الراديو يا سعدية، على الراديو يا بنت. لا يا الحرب قامت يا بنت، اعمل لي كلمة وعلي. همت ايه همت ايه؟ انت عمال ما تقومي تكون الاذاعة خلصت. عواد بقى ارضه، عواد بقى ارضه، عواد بقى ارضه عشان الغزية. عواد بقى ارضه، عواد بقى ارضه، عواد بقى ارضه يا ولاد. عذبت كده يا اما حصلت ايه؟ يعني انت مش سامع الراديو؟ بيقول ايه الراديو المزعل؟ انت عواد ولا بقيت عواد؟ بقيت ارض. اقفل المدعوة ده يا احمد، يا احمد اقفله احسن لك. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو المعاطي يا خمراتي؟ دي حريه شخصيه. ماشي ماشي يا ابو النسب، يبقى خلي الحريه الشخصيه دي تنفعك بقى. ايه رايك؟ انا كنت بقول نفض الشركه كلام كده وكده، لكن بعد الحرية الشخصية بتاعتك دي وبعد التمثيلية اللي انت بتفول بيها علي، خلاص من الساعة دي الشركة انفضت. منها لله، منها لله مطرح ما هي قاعدة. بقول لك ايه يابا، انا مش عايز حد يذكر الست عيشة الا بكل خير. انا اشتريت الجرايد اي نعم عشان اتأكد اذا كانت هي ممثلة كبيرة ولا لا، ومعلومات زي دي الواحد لازم يحصل عليها من مصدر موثوق به. اه قمت اشتريت الجرايد. ايوه يا اما اشتريت الجرايد. ايوه ايوه يا حاجه، الجرايد مصدر موثوق به. طب التلفزيون اللي انت عايز تشتريه؟ اقول لك يا احمد افندي، انت شفت الست دي وهي بتمثل صح؟ صح. وشفت الست دي وهي على طبيعي صح؟ صح. انا شفت الست دي وهي على الطبيعه بس، وعشان انت مش احسن مني واني ليا نصيب اكبر منك في الشركه، فلازم اتفرج عليها وهي في الحاله التانيه اللي هي حاله التمثيل، زي ما شفت اشوف. عشان كده انا ناوي اشتري التلفزيون. عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. يبقى تنكسف على دمك وتروح تقفل الراديو ده. بقولك ايه، راديو ده ولا شريط تسجيل؟ لا مش شريط، ده الإذاعة ذات نفسها هي اللي بتذيع التمثيلية. سبحان الله ولا إله إلا الله، حتى الإذاعة واخدة بالها مني؟ دي التمثيلية دي بقالها أكتر من 20 سنة محدش سمعها، تقوم الإذاعة تزحها وفي ظروف الحرجة دي. بقول لك إيه يا أحمد؟ إيوه أنا متأكد
شوف أنا متأكد إنك أنت طلبت التمثيلية دي في برنامج ما يطلبه المستمعون. أخوك ده منحوس يا سعدي. ليه بقى؟ اشترى التلفزيون مخصوص علشان يتفرج على أفلام سلوى نصار، ولو سهر كل ليلة لغاية السلام الوطني مش هتظهر. مصير هتظهر؟ لا، الأسبوع ده كله مش هتظهر. أصل أنا قريت برامج التلفزيون بتاعت الأسبوع الجاي كلها في الجورنال ملهاش أفلام، وغالبا مش هيكون لها أفلام. أصل التلفزيون متشدد اليومين دول قوي ومانع أفلام الإثارة. ينوبك سواف فيه، فهموا الحكاية دي لحسن يفضل سهران طول الليل على الفاضي، يمقق عينه ويفقد نظره قدام المحروق دي. لا يا سعدية، لا يفتكر إن أنا اللي عملت فيه المقلب ده وطلبت من التلفزيون يمنع أفلام سلوى نصار. سعدية. إيه؟ أخوك قرا الجرايد كلها، يبقى مؤكد قرا أهم خبر. سلوى نصار رجعتان يا سعدية. على فين؟ على أبو المعاطي طبعا. لو كنت راهنتك كنت كسبت الرهان. معلش يا احمد افندي يا جوز اختي، شويه كده شويه كده احسن، مزاجي مش رايق. طبعا قريت الجورنال. ايوه. وطبعا قريت الخبر اياه. اي خبر؟ ما الجورنال مليان اخبار. لا، الاخبار الفنيه. شوف يا سيدي، وقد اتفقت الفنانه المشهوره مع المنتج على استئناف تصوير الفيلم وعلى أن يقوم بالإخراج نفس المخرج الأستاذ هشام صبري، وقد اتفق الطرفان على أن تقيم الفنانة بأحد فنادق الخمس نجوم بمدينة الأسكندرية، وتقرر أن يكون وخلاص. وطبعا هتلبس نفس اللبس. يا سيدي قلنا خلاص. وعلى رأي المثل اليموت الزمار. مفهوم مفهوم يا أحمد أفندي يا جوز أختي، ويكون في علمك أنا منعت دخول الجرايد. من بكرة مفيش جورنال حيوصل هنا، وأي جورنال حيدخل المزرعة خلصه حيتصدر فورا فورا. ايه رايكم؟ انا حاسس ان الفيلم ده مش هيكمل لان النيه مش صافيه. هي دي سينما يا اخ عرعر. السينما كانت زمان ناس كانت بتحب السينما بحق وحقيقي، ناس بيحبوا بعض، انما دلوقتي الحب للنجوم. يا ريت بصراحه السينما دخلها ناس مش هم ابدا. عندكم جرع المنتج بتاع الفيلم اللي زي الهباب اللي احنا شغالين فيه ده، ماله ومال الشغلانه دي اصلا؟ انا مش فاهم. ايوه صحيح، لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. المخرج يديله على دماغه ما يتكلمش معاه، ما عليه الا بعد ما يخرج انه عصبي قوي يا سعيد. وانا بقى الملطشه بتاعته في الرايحه والجايه. اتحرك يا فوزي، انت سكي عليه يا فوزي. حد يدينا سجاره نحرقها بدل ما احنا بنحرق في دمنا. حاضر يا استاذ فوزي، حاضر. كمان سجاره؟ اتفضل. يا وزي العربيه اللي غرقت دي هنسيبها كده؟ ده زمان السمك كلها. يعني انتي فاكره انها لسه عربيه لغايه دلوقتي؟ يعني هيحصل لها ايه؟ يعني هتتسخط وتتقلب بسكليتها؟ لا بس هتبقى محتاجه مجهود كبير قوي علشان تطلع من الميه. على مو فكريني واحنا في اسكندريه نكلم شركه من شركات الانقاذ، هما ممكن يبعتوا وينش ويتصرفوا. شوف العربيه جاهزه. ها فيها تكييف ولا ما فيهاش تكييف؟ اذا ما كانش فيها تكييف ارجع بيها. لا فيها كل حاجه. ولونها ايه؟ كحلي. يا دي الكآبة، نجمة كبيرة هتركب عربية كحلي؟ ايه احنا ناقصين اكتئاب نفسي؟ هتلاقيها كده عربية يعني مزهزها فرايحي كده. عطيات مش مهم لون العربية، عايزين نخلص بأي طريقة. خلينا نازل حاجة. شيل الشنط. قربت شوية على الغسيل. حاضر. يو
عليك يام، قاعده كده ليه؟ مش عارفه قاعده كده ليه. فين جوزي؟ مع اخويا ابو المعاطي واخويا عبد الهادي. واخواتك فين يا سعديه؟ الارض. قلبك ابيض، دول كلهم برابطه المعلم في قلب الترع بيطلعوا العربيه الغريقه. كان قلبي حاسس اننا مش هنخلص. والحكايه بس تزعلك في ايه؟ ما هي العربيه لازم تطلع، ده مش شيء الفلاني. ما النبي، ما صاحبتها تتصرف. هي كانت ملكنا ولا كانت ملكني؟ احنا ورانا مصالحنا، الارض اللي احنا متغربين عشانها. يا حاجه، يمكن الرجاله بيطلعوا العربيه من باب فعل الخير عشان يكسبوا ثواب يعني. لك حق تقولي كده عشان ماليه ايدك من جوزك. ربنا يسترها معها عبد الهادي، لا بيبص لمين ولا بيبص شمال. وتلاقيها كبدي مش فاهم حاجه من اللي بتجرى حواليه لغايه دلوقتي. بياض. ايوه حماتي. اوعى تكوني زي جوزك مش فاهمه. لا، هي فاهمه كل حاجه. وبصريح العباره كده بياضه زي ما كنا موالسه مع الست الممثله. ايه جرى؟ ايه يا سعديه؟ ايه موالسه دي؟ لا هاني كنت اعرفها قبل كده. كل ما هنالك ان الست ظريفه ولسانها حلو وطلعتها شرحه. قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ ايه؟ خلاص خلاص، لولا المنى ما كنت شقيت هدومي. الممثله بقى لها ناس تدافع عنها بدارك يا بهيه. يا من يحوش الغمامه السودا اللي جايه علينا. يا خبر اسود، دي بقت مندابه. انا عايز اعرف ايه اللي حصل عشان ده كله. لهو العربيه دي كانت قتيل بيطلعوه ولا كانت قتيل بيطلعوه؟ عقلك ما قالكيش ايه اللي هيحصل بعد العربيه دي ما تطلع؟ هنبعت لصاحبتها عشان تيجي تاخدها، ولما تيجي بسلامتها تستلمها. مش سبع البرومبا هيقول لها اتفضلي؟ ايوه، وهي ما هتصدق. حكيماني عارفه الاصناف دي. ما هي نصبت الشبكه ياما نصبتها. والشبكه اصطادت يا بنت، اصطادت اصطادت. هوبا يا رجاله، هوبا. يمين يمين يا ابو المعاطي، بس يمين اهي. ما هي سليمه اهي وزي الفل، عايز لها بس حمام بالميه والصابون وتبقى اخر حلاوه. بعد كده ممكن تمشي. لا، ما هو الحموم مش كفايه عبد الهادي. العربيه دي عشان تمشي لازمها ميكانيك. يلا بينا هناك على المزرعه وهناك نروقها. يلا يلا رجاله، يلا ابو المعاطي. هبا يمين شمال، يمين شمال. يكون في علمك يا بياضة، الست دي لو دخلت الدار دي وتمكنت منه هتسقينا المر اشكال والوان، هتبقى هي الهانم واحنا الجواري. ومش بعيد يكتب كل حاجة باسمها. انا بس عاوز اعرف الست دي هتدخل الدار بانهي صفة؟ هي مشكلة عقل ابو المعاطي، اكيد هيتجوزها. محاه. ايه هو اللي محاه؟ ان الست الممثلة تتجوزه. ليه بقى؟ بصراحة كده سابوا المعاطي مش من توبة. هي يا قالت الرباية، يا لهوي ابن البكري مش مالي عينك؟ طب ده الضفر اللي طياره المعصم الضوافر بعشرة زيه. ابني المحسب المناسب يا فين وهو فين؟ بقول لك ايه بقى يا حماتي، انا ماليش دعوة بالشغلانة دي كلتها، انا بس عاوزة اطمنك اذا كنت خايفة من الجواز فعمره ما هيحصل. لا يا بياضي، اصلك ما تعرفيش الحب بيعمل ايه. واسم الله عليه شمروخ ابني، جدع يلوح. ايوه يا حمادي، هو جدع بصحيح، انما يلوح مين؟ انا طالعه انشر هدوم العيال يا غلبة. شايفه البنت وعمايلها يا سعديه؟ كهينه قوي يا ابني. ايوه ايوه بالظبط كده، هي دي المنطقه. وعلى العموم هناك في واحد فلاح طيب قوي قوي اسمه ابو المعاطي الشمروخ، هو يقدر يساعدكم لان هو عارف المكان بالظبط اللي غرقت فيه العربيه. طيب هتكلموني اول ما تجيبوها مش كده؟ طيب اوكي، مع السلامه. انا عارفه انت بتفكري في ايه،
انا حاسه اني مقصره في حق ابو المعاطي. شوفي بقى لما نخلص التصوير نروح نزوره بهديه. عندك حق، انا عايزه اخد له هديه، بس ايه يا ترى الهديه المناسبه؟ الدار فيها حريقه قايمه. اعوذ بالله. اختك سعديه مقومه الدنيا على ابو المعاطي، وهي وامك قلبين عليه. واني يا عبد الهادي لما جيت اقول ثلاث اربع كلمات حلوين في حقه طلعوا فيا. بياضل اسمعيني كويس. سمعاك داني، مفروض ما اسمعش حد غيرك. اه يا عبد الهادي، لو يبقى لنا دار لوحدنا تلمينا احنا وعيالنا. بقول لك ايه، زن على الدماغ في الموضوع ده مش عاوزه من اصله، وموضوع الحريقه اللي انت بتقولي عليه ده مش عاوز اسمعه خالص. اني عارفه وفهمه كويس، ثم احنا ملناش دعوه بيه. ايه ملناش دعوه بيه ازاي؟ اخوك مش هيقدر يصد قدامهم. بص يا بياضي، اني اصلي دورت الموضوع ده في مخي مره واتنين وتلاته. ابو المعاطي صح وغلط. الحب يا بياضه محدش يقدر يعيبه ابدا، وهو يقدر يحب على كيف كيفه، لكنه غلطان. الممثلة دي يا بياضة مش هتقدر على عيشتنا دي مهما كانت واخدة على عيشة النعومية، أصلها من الصنف اللي بياكل عيش فينه على طول. ايوه. بتضحك على ايه يا راجل؟ افرضي افرض الضرورة حكمت انها تاكل حتة جبنة قديمة او شوية مش، وانت عارفة ان المش بتاعنا دايما. بس ما تكملش. افرض الست المترفهة دي كانت لقمة مش، هيجرالها ايه؟ مش بعيد اللقمة تقف في زورها، ويمكن تيجي عربية الاسعاف تشيلها. خلاص خلاص يا عبد الهادي، انا عرفت انت معاهم على اخوك، اخوك اللي ضيع عمره عشان يعمل لكم عزبه ويعملكم من الاعيان. بس مش كل الاعيان بيتجوزوا ستات مش من طوبهم. خبر زي بعده، انتوا خلاص جوزتوه؟ تسلم ايديك يا حجي، من يد من اعدمه. الظهر عليك كنت بتساعد بهمه وعزم جامد. والعربيه طلعت سليمه يا احمد افندي؟ التلفيات اللي فيه حاجه ما تذكرش خالص، يعني قيمه 200-300 جنيه يرجعوها زي الاول احسن شويه. طب وانت بتساعد بهمه وعزم جامد كده ما عرفتش العربيه ديت هتجر علينا ايه؟ مفهوم مفهوم يا حاج، بس زي ما تقولي اني كنت بشرف وبس. يعني العمليه من بعيد لبعيد، واديكي شايفه هدوم نظيفه وزي الفل. يعني كنت اقول لهم اهدف يمين شويه، حاسب للإزاز يتكسر، شوية إرشادات يعني مرشد. وترشد ليه؟ ما تسيب العربية مدعوعة في قلب المي. ده ملكيش حق يا حاج، انت عايز أبو المعاطي يزعل مني؟ ده هو الخير والبركة برضه. ده أكيد. اسمع يا أحمد أفان، خدامك يا حاج. مين المرسال اللي هيروح يبلغ الست هاني من العربية بتاعتها طلعت سليمة من الترعة؟ طبعا أبو المعاطي. لا، عاوزك انت اللي تقوم بالمهمه دي. مش جايز يا اخويا يروح يديها خبر يرجع بها وهي مراته تبليفه هناك يا ابني. وحسب السمع مأذون البندر دايما جاهز. اسافر اسافر يا حجي، بس مش ندي خبر الاول للاخ ابو المعاطي؟ سيب الحكايه دي عليا. هو فين؟ طولي بالك يا حجي، مش في حموتها كده؟ بكره ولا بالليل؟ لحسن لو كلمته في المسألة دي يفتكر ان انا اللي مدبرها. انت عارفة برضو يا حاج ان الشورى شورتك انت. Thank you.
اهلا ياما. مبروك اللي طلع بسلامة. الله يبارك فيك ياما. وبارك فرحان قوي كيدي زي ما تكون العربية بتاعتك. اه طلباتك ايه ياما؟ اسمع يا ابو المعاط، حوي هي اللي طلعت سيدنا ادم من الجنة. ابليس هو اللي طلع سيدنا ادم وستنا حواء من الجنة ياما. ادعي بس، ادعي بس ربنا يبعد عننا ابليس. باين عليك راكب دماغك قوي يا ابني. ايه اللي جرالكم ياما؟ ايه اللي جرالكم في المدة اللي كنت غايب فيها عنكم؟ انتم ما كنتوش كده ابدا. ما كانش الظن السيء له مكان عندكم. ما كانش في حد بيحجر على حد. كنتوا بتحبوا اللي الناس تحبه. الخرف اللي اختاره ربنا كانت الكلمه الموجوده على كل لسان. ايه اللي حصل ياما؟ خلاص يا ابني خلاص، الخرف اللي اختاره ربنا، لكن ده ما يمنعش ان اقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك. انت مهما كبرت مش ممكن تكبر على امك. انت تاج راسي ياما، تاج راسي، وكلمتك ليا امر. امر عايزك تحبي ارضك اللي شقيت عليها احلى سنين عمرك. عايزك تحبيه اكتر من اي حاجه تانيه. كنت عايز اساله هو كمان حس بيها وانشغل؟ هو كمان ورجعت اقول انا بورنش ليه ترارارارارا وحشغل بالي ليه ترارارارا. انا بورنش حاسس بمصيبه جيالي. يا لطيف يا لطيف جرالك ايه يا راجل؟ حابك تلمع الجزمه دلوقتي؟ جلدها ناشف يا سعديه، بطريها بالورنيش علشان تبقى حنينه على رجلي. حنينه؟ وان شاء الله ناوي تروح بالجزمه لاجلسين فين؟ مشوار بسيط كده. امك الحاجه بهي مكلفاني بماموريه. ماموريه على فين يعني؟ اصل الست امك الحاجه بهي خايفه لاخوك ابو المعاطي يسافر يجيب الممثله تاخد العربيه بتاعتها. الممثله بقى خافت على ابو المعاطي؟ هي متكلفينك انت؟ طب قسما برب السماء والارض ما انت مسافر. والله وعرفت تختاري ياما تسلمي القط مفتاح القرار. والله ما انت مسافر، ودي الجزمه اهي، روح لها عافيه بقى. ايه؟ هروح عافيه يا سعديه، هروح عافيه. ولعلمك يا سعديه انا بمشي بالجزمه ومن غير الجزمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ابو المعاطي شمروخ؟ مين عايزه؟ احنا عايزينه علشان يدلنا على عربيه ست سلوى الممثله. الله اكبر، تشاؤون وتشاء الاقدار، بقى هي الحكايه كده. طيب اتفضلوا انتوا ورايا، اتفضلوا. بقول لك ايه، خليك انت رايح ازف الخبر لابو المعاطي وجاي لك، ولا اسبقني انت. على السلامه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. لكن الست سلوى ما بعتتش معاكوا جواب؟ لا جواب ولا حاجة. هي قالت إذا ما لقيتوش العربية في الترعة دوروا على واحد اسمه أبو المعاطي واسألوه. بس كده؟ بس كده، ما قالتلكوش سلموا عليه. جرى إيه؟ جرى إيه يا أحمد أفندي يا جوز أختي؟ عيب عليك، ده أنت راجل متعلم ومتنور. هو سلام بالعافية يا أحمد يا جوز أختي؟ على العموم إحنا طلعنا العربية من الترعة ووفرنا عليكم التعب. اتفضلوا سلموها وابقوا سلمونا على الست الهانم. معايا كلكم يا جماعه؟ اتفضل يا فندم. معايا كلكم. المشهد اللي هنصوره دلوقتي هو من اخطر مشاهد الفيلم كله، مشهد صعب، صعب قوي الحقيقه. بقالي اسبوع افكر ازاي انفذه. مفروض ان الذئاب، الذئاب البشريه تهجم على الفريسه. مشهد عنيف والرقابة مش عايزة عنف، في إثارة والرقابة برضو مش عايزة إثارة، لكن لازم الجمهور يفهم إحنا عايزين نقول إيه.
الذئاب البشرية مستعدة؟ هايل. الفريسة جاهزة؟ بص يا بول، دي لا يمكن تكون فريسة أبدا. يا انتب، انتب يا انتب. تحت أمرك يا أستاذ. المشهد أنا هغيره، هغيره خالص، هستخدم فيه الرمز. استعمل أي حاجة سعادتك، إحنا جاهزين وتحت أمرك. عايز فخدة لحمة سهلة وتكون موجودة بعد ساعة زمن. صحيح النهاردة مفيش جزارين فاتحين، لكن هتيجي بإذن الله هتيجي. وأربع ديابة. أربع إيه يا أستاذ؟ أربع ديابة. ما ينفعش كلاب. هو يا بني آدم أنا بتكلم عربي. أربع ديابة. الأربع ديابة يهجموا على فخدة اللحمة، وأنا بقى أقطع بينهم وبين الذئاب البشرية بتوعنا. يا أستاذ، فخدة اللحمة ومقدور عليه، هنجيبها وربنا يستر علينا من مباحث التموين. لكن ديابة دي حيوانات مفترسة، لسه عايزة اللي يصطادها لسيادتك واللي يدربها لسيادتك. إذا كان الرمز متعب لسيادتك بالشكل ده بلاش منه يا أستاذ. في أمريكا المخرج لو طلب أسد بيجيبوله أسد. في أمريكا مفيش رمز خالص، اللي نفسهم فيه بيعملوه. جرايه يا جماعة، مش معقول كده. أنا هفضل واقفة وأنت بتقول له ديابة ورمز وكلام فاضي؟ مش ممكن. أنا هدخل جوه لغاية لما تشوفوا لكم حل. فركش، مفيش تصوير. نعم؟ إيه ده اللي بتقوله يا أخويا؟ إيه بقى مفيش تصوير دي؟ لا، في تصوير. حرام عليكم، ده احنا آخر الأسبوع يا أخي، الراجل هتخرب بيته يا جدع. تصوير شغل ثلاثة بالله العظيم تصوير. ها؟ جراية أبو المعاصر، مش عوايدك ترقد كده. هو يعني البني آدم ده مش المفروض إنه يستريح برضه؟ ولا الواحد يعني لازما يعني يبقى ليل ونهار واقف على حاله؟ لا مش قصدي، ربنا يديك الصحة، بس شايفك مش زي عوايدك ونفسيتك مش هي. فيني بقى؟ عندك حق فيه، أنا مش مبسوط شوية، عشان كده نويت اني اسافر. سافر على فين يا ابو المعاصي؟ اهو اي حته كده شرحه تفتح النفس. ويعني الواحد هيفضل كده مقفل على نفسه كده كل حاجه؟ اني نويت على اسكندريه. سافر اسكندريه؟ ايوه، بحر وميه و... والممثله هناك. المسألة دي انتهت يا ابو حميد. للدرجة دي بيتعلق بيها؟ انا عارف ان الكلام معاك زي عدمه. انا عايز اعرف انت كنت بتعلم ايه العيال في المدرسة الالزامي بالظبط؟ اكيد اكيد انت من اسباب انهيار التعليم في مصر. المعاطي، ابو المعاطي، اتكلم كلام تكون مسؤول عنه يا ابو المعاطي. اسمع يا احمد افندي، انا قد كل كلمة بقولها. انت عندك الدنيا واحد زائد واحد تساوي اتنين، خمسة في تمانية باربعين. الدنيا عندك جدول محفوظ، الدنيا عندك نشيد، القافية بتاعته موزونة، الدنيا عندك دايرة برجل وخط مسطرة. لكن الدنيا عندي حاجة تانية خالص. حاجة تانية؟ زي ايه؟ زي ايه عندك يا ابو العريف؟ ما تتكلم يا ابو المعاطي. الدنيا على هواها، الدنيا زي ما تحب. الدنيا معنى وروح، عشان كده انت مش هتفهم قصدي ابدا من السفرية اللي انا ناوي اقوم بيها. معنى واضح زي الشمس، انني بحبها، مش كده؟ افعالك هي اللي بتفضحك. احمد افندي، انا عايز اسألك سؤال. انت تعرف ايه عن الممثلة دي؟ اعرف كل حاجة عنها. كل حاجة عنها؟ انت كل اللي تعرفه عنها انها صورة، صورة في اعلانات الافلام، صورة بتتحرك وتنطق على الشاشة. لكن تعرف ايه عن معدنها؟ تعرف ايه عن احزانها؟ تعرف ايه عن الاماني والاحلام اللي بتحلم بيها؟ فرق كبير قوي يا احمد، فرق كبير قوي بين انسان يتعلق بصورة
وإنسان يتعلق بإنسانه لحم ودم وروح. وعشان أطمنك، الست دي يعني مفيش بيني وبينها أي حب. كل العشاق بيقولوا كده، الاعتراف بالحب ذنب في عرفهم. حتى لو كنت بحبها فده حب أعرج، حب برجل واحدة، حب يا أحمد أفندي ما يقدرش يمشي. الحب يا أحمد أفندي عشان يبقى حب لازم تلاقي الإنسان اللي يحبك، ويوم ما تلاقيه هيظهر لنا العوازل اللي زي حضرتك كده. المسألة عندي يا أحمد أفندي ليها شكل تاني خالص. تناس إننا شركة؟ يا ريت يا ريت يا أحمد أفندي تقدر تشاركني في الهدف بتاعي. أعرف، أني عارف، أني عارف إنك ظنك دايما سيء. أخوك أبو المعاطي ضعيف قوي يا أحمد، ضعيف قوي قدام اللي يقول الحقيقة. أنت عارف إن الكذب محوطنا من كل ناحية، ومن فوقينا وتحتينا كمان. الست دي يا أحمد جت عندنا هربانة وقعدت معانا، وكان نفسها تقعد أكتر، لولا إنها سافرت بالبوليس وبعيد عنك كانت مريضة. مريضة بأي مرض؟ مالكش دعوة أنت مريضة بأي مرض، مالكش دعوة أنت بالحاجات دي خالص. المهم الحمد لله إن صحتها اتحسنت وبطلت تاخد الأدوية إياها. ما توضح كلامك يا أبو المعاطي. أنا كلامي كده يا أخي، المختصر المفيد، سمعت وفهمت أهلا وسهلا، ما فهمتش عنك ما فهمت، ثم أنا عارف من الأول إنك مش هتفهم حاجة خالص. جرايه يا أبو المعاطي، أنت مالك طايح كده؟ وبعدين لعلمك ده يبين ضعف مركزك. مركزي ضعيف، مركزي قوي. إياك يا أحمد أفندي والتدخل في الموضوع ده نهائي. أنا عارفك هتسيبني من هنا وتجري على الحجة تحشي ودانها بكلام تاني. اسمع أحمد أفندي، يكون في علمك أنا نازل اسكندرية عشان أشتري صوبة. مسافر اسكندرية عشان إيه يا أحمد أفندي؟ عشان تشتري صوبة. الحجة طبعا هتسألك إيه هي الصوبة دي؟ قل لها واشرح لها زي ما انت عايز، ماني عارفك تحب الكلام الكتير، ما هي عادة يعني بحكم انك مدرس. لت وعجن زي ما انت عايز، ايه هي الصوبة؟ فوائد الصوبة وكيف تساعد على نمو النبات، واخد لي بالك انت؟ لكن تشرح لها وتقول لها السبب اللي اني سافرت علشان اسكندرية، اعمل حسابك يا احمد افندي هتكون خياره وقطمها جحش. الاخبار يا سعاد؟ كله تمام يا رشاد بيه. عملت ايه في التصوير النهارده؟ كل خير، يا ريتك كنت معانا، ده الشغل النهارده ايه كان ماشي فل الفل. يعني صورته ايه يا اخويا؟ شوف يا سيدي، المشهد بتاع المعركه، المشهد بتاع تقطيع هدوم البطله، والمشهد ايه اللي الرقابه اكيد هتحذفه. ده كلام؟ ده كلام يا سعاد؟ ده كلام؟ ده اهم منظر في الفيلم كله، ازاي يتصور من ورايا يا سعاد؟ ثم انا منبه على المخرج ده ان المناظر دي بالذات لازم انا بنفسي اشرف على تصويرها. طيب ما تزعلش نفسك يا رشاد بيه، الفيلم الجاي ان شاء الله. انسى انسى خالص يا سعيد ان هيبقى فيه فيلم تاني. احنا يا اخويا خدنا ايه من الفيلم الاولاني لما يبقى فيه فيلم تاني؟ ده حتى المنظر اللي كان نفسي اتفرج عليه اتصور من ورايا. سر يا سعيد، اسمع يا سعيد. تحت امرك يا رشاد بيه. المناظر دي كلها لازم تتصور من اول وجديد، وخصوصا المنظر ده. لا بس دي تكلفه جديده. بجمله الخسائر يا اخويا، بجمله الخسائر. ما انت عارف طلعت من المولد بلا حمص. حتى الفرجه على منظر زي ده اتحرم منه يا سعيد. لا ده حرام حرام يا سيدي. ولا يهمك، ابقى اتفرج عليه في السينما، في الفيديو. في الايه يا اخويا؟ في الفيديو يا اخويا. لو كان على الفيديو ما كنت اشتري شريط بخمسين جنيه وافضل اقعد اتفرج عليه للنهار واسلفه لاصحابي كمان، وكنت وفرت الربع مليون جنيه. سعيد اتصرف مع المخرج يا سعيد. انا لو كنت عرفت ان الامور وصلت لغايه كده ما كنتش رجعت من امريكا. استاذ هشام ما تاخذنيش، يعني انت حاشر امريكا في كل حاجه ليه؟ دي حاجه مش لطيفه ابدا. من احنا ومال امريكا يا اخي، كل بلد وليها سلوه. اسمع يا سيد سعيد، أنا تعبت من الفيلم بتاعكو ده بما فيه الكفاية، دي مش سينما أبدا. اسمع يا أستاذ هشام، أفتكر حضرتك عارف كويس إن بطلة الفيلم ده كانت عايزة تكمله بمخرج غيرك، ودي طبعا حاجة مش لطيفة في حقك.
طعنة جامدة جدا لكرامتك. رشاد بيه منتج الفيلم ده وقف منها موقف حاسم، فرضك عليها فرض. افتكر راجل زي ده من حقه عليك انك تقدم له خدمة صغيرة. انا قلت لك اني تعبت من الفيلم بتاعك ده بما فيه الكفاية، مش كده؟ ايوه. خلاص اللي في نفسكم اعملوه. هبا ادفع الحساب. ابو المعاط. ايوه يا ام. تطلع ايه الصوبه دي؟ الله، هو مش احمد افندي جوز اختي شرح ليك الامر يا امه؟ ايوه شرح، بس انا متعوده افهم منك انت. كلام احمد جوز اختك صعب علي. الصوبه دي يا امه من اساليب الزراعه الحديثه، وبعدين دي شرحها يطول يا امه، واني لازم اسافر اسكندريه دلوقتي قبل الدنيا ما تليل علي. يعني دي مش ممكن السفريه دي تتاجل؟ لا يا امه مش ممكن. بقول لك ايه، دوري لي على الشراب عندك كده يا امه. سعديه. ايوه يا اخوي. كويت العبيسه سعديه. قربت بس الزرار اتكسر. اخ الهي يكسر ضرسك، حتى السفر مش عاوزين نسافر بقيمتي كده. الفانيلا حبان من تحت القميص، والمكوه كانت سخنه شويه وحرقت. ايه حرقت القميص كمان يا سعديه؟ حلو قوي، ظهرت الرؤيه. جوزك هو اللي مصلاتك يا سعديه مش كده؟ جوزها هيصلطها ليه يا ابني؟ هي اللي غشيمه وغصب عنها. تعمر ده ليه يما؟ حرقت القميص يا سعديه؟ المسائل توصل لحد التخريب؟ ده ملعب ملعب يا مفتريه. القميص ما اتحرقش. ما اتحرقش؟ امال ايه؟ اتلدع بس. اتلدع؟ اه يا الهي يلدعك. تعبان انت وجوزك فيهم واحد. هاتي هاتي القميص، هاتي. ثابت معايا انت وجوزك هيكون عسير، بس برضو هسافر. هما مش عايزينك تسافر ليه يا ابو المعاط؟ مش عاجباها الصوبه ابدا. ده قعد ساعه يشرح لي واللي هنزرع تحتيها خيار وفلفل وطماطم. ايه ده؟ هو قالك كده؟ ايوه. الله، امال معطل المسيره ليه؟ سعديه. ايوه ايوه. روحي هاتي لي جلابيه البسها. امشي. حاضر. كده كده القميص يما كده، ده من ايام الدبلوم كنت بتفائل بيه. هو فاكرني مين يعني؟ ده نخته. واني مراته عشان يتأمر عليا الإمارة دي كلتها؟ ايه يعني لما القميص اتكسر منه زرار ولا دعيته المكوة؟ يا سلام، تلاقيك انت اللي متعمدة. متعمدة ولا مش متعمدة؟ اه هيسافر بالجلابية. ابو المعاطي يسافر بالجلابية يا سعدية؟ ابو المعاطي لازم يسافر بقيمته. اوعي من سكتي، اوعي. واني هشاب. ايه ده؟ ده ما فيهوش صور. جلابية ايه اللي عايز تلبسها ابو المعاطي؟ امال عايز البس ايه؟ ولا عايز اسافر كده زي السياح الاجانب؟ مش قصدي، انت طبعا نازل في لوكاندا محترمة. اه طبعا. خمس نجوم. طبعا. خلاص، انت كمان لازم تبقى خمس نجوم زيها. الاماكن المحترمة اللي زي دي اللي يدخلها لازم يبقى مالي مركزه. والله معاك حق. مش كده؟ خلاص، يبقى البدله مصفين والكرافات. لا كرافاته ايه؟ اعوذ بالله، اخوك يا احمد مش ناقص خنقه، ناقص كمان خنقه الكرافته. من غير كرافته هتبقى ناقص نجمه ومش هيدخلوك. ايه دي؟ هي الكرافته بنجمه؟ دي اهم نجمه يا راجل. قول كلام تاني غير ده يا راجل. طب اسمع، انت تقدر تدخل اي دوله اجنبيه من غير باسبور؟ لا طبعا. اهي الكرافته زي جواز السفر. تمام. سبحان الله، ناس ماشيه بالمشقلب بتوع شكليات ومظاهر. بقول لك ايه يا احمد، ابقى اتاكد بقى ان كل حاجه عندي تمام التمام. طيب طيب. سعديه سعديه. ايوه ايوه يا احمد افندي. هاتي لي البدله الكحلي بتاعتي ام خطين حمر. ليه؟ هو انت مسافر بدل ابو المعاطي؟ يا بنت انا قاعد، ابو المعاطي هو اللي هيسافر بيها. ايه معقوله دي؟ طب انت عامل زي كوس الذره الناشف. لكن هو بسم الله ما شاء الله ربع. لا يا لا، هتيجي على قد مظبوط. اصلا انا كنت جايبها واسعه من اصله. الله سبحان الله، وتشتري بدله واسعه ليه؟ انت فلوسك حرام. اشتري ايه؟ دي هديه.
هدية جاتني من 10 سنين وهدية مستوردة، ما حبيتش افرط فيها، قلت احتفظ بيها للزمن. اهي تنفع، يا اما انا اتخن يا اما انت ترفع. ايوه افتكر دي كانت هدية نص عمر. نص عمر ده ايه؟ نص عمر ده انت مش فاهمة اي حاجة في اي حاجة خالص. نص عمر ده كانت نسوكة وعليها المركب. وحيد الله وحيد الله يا سعداد وجوزك، وحيد الله. بدلة بقالها 10 سنين ونص عمر، مين قال ان اسمها بدلة لحد دلوقتي؟ دي لسه بحالتها، دي حتى صوف معتبر. وكمان صوف معتبر واحنا في عز الحر. لا عايز تقول لي امسك منشه في ايدك. لا يا اخويا اسكندريه مليانه محلات. ايوه الجديد احسن. اهي طيب خلاص، ما دام نويت على الجديد بقى بلاش الكرافطه، خليها بومباغ. بالبومباغ هتبقى 5 نجوم وتمام التمام. بومباغ؟ انت عمال تقول لي حاجات غريبه النهارده يا احمد افندي يا جوزوكتي.